يا صباح الخيرات على كل حضراتكم. حلقة نهاية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، وأهلا بكم جميعا في بداية حلقة جديدة مليانة كلام كتير عن النادي الأهلي وعن لقاء القمة المرتقب إن شاء الله غدا بين الأهلي والزمالك. صباح الفل على كل حضراتكم. صباح الفل عليك يا صباح الهنا يا كريم. صباح الرزق آخر الأسبوع وآخر الأسبوع بالنسبة للبرنامج، لكن بداية الأسبوع هتكون بكرة، لأن هي يعني هنقول عليها كده مباراة، يعني فعلا هي مباراة قمة تنافسية شديدة جدا، كل الناس بتنتظرها. توقعات ابتدت على فكرة بقالها أسبوع وكترت، يمكن كمان تحديدا بالأمس شفت ناس كتيرة جدا تحديدا على تويتر عمالة بقى تقول كام والماتش هينتهي ازاي، وبيرسموا السيناريو كمان بتاع اليوم والمباراة هيتم ازاي. يعني كل الناس أعتقد عندها ترقب شديد جدا. إن شاء الله يكون الفوز والتوفيق واللعب الحلو كمان من نصيب النادي الأهلي، احنا متوقعين كده وعندنا كل الثقة بإذن كريم. إن شاء الله. حلقتنا النهاردة هيكون فيها كالعادة فقرتين حواريتين في الساعة الثانية من الحلقة. عندنا الفقرة الأولى يعني هينورنا ويشرفنا كابتن فتحي نصير، وحديث مطول عن القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والناقد الرياضي الزميل العزيز أحمد رشاد هيكون منورنا في الفقرة الثانية للحديث عن موسم الأهلي الاستثنائي في الألعاب الأخرى. احنا بطبيعة الحال بنركز أكيد الجزء الأكبر من كلامنا عن كرة القدم، لكن ده ما يمنعش إن احنا برضو أكيد بنهتم بكل الرياضات، ودايما بنقول حضراتكم اخر المستجدات فيها اولا باول. بس خلونا النهارده نبتدي كلامنا بحديث الساعه اللي طبعا كل جماهير كره القدم المصريه متابعينه بصفه عامه، وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص، وهو تتويج النادي الاهلي ببطوله الدوري العام للمره ال 43 في تاريخه، وبطبيعه الحال اصداء بقى البطوله الخامسه في الموسم الحالي مع كولر اللي الحقيقه وصل مع الفريق لمنصات التتويج بدل المره 5 مرات، واهمها بطبيعه الحال في ناس كتير بتشوف ان دي المره الاهم على الاطلاق، النجمة ال 11 والفوز بدوري ابطال افريقيا من قلب ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء طبعا على حساب غريمه الوداد. حقيقي يعني متابعه افراح جماهير النادي الاهلي بالتتويج بالدرع امر مبهج جدا. يا رب يكون دايما جمهور النادي الاهلي في حالاته السعيده، يعني اسعد حالاته على الاطلاق، وده اللي بيعمله النادي الاهلي معانا الحقيقه كجماهير، بيفرحنا دايما وبيشرفنا دايما، وبنشوف طبعا احتفالات الجماهير من مختلف الاعمار. مباراه القمه بكره ان شاء الله امام الزمالك بتيجي بعد تتويج الاهلي بدرع الدوري، وهتكون اول مباراه من الخمس مباريات المتبقيه للفريق. طبعا النادي الاهلي واخدها باهتمام شديد جدا بطبيعه الحال، وعارف كويس قوي ان جمهوره بيعتبر هذه المباراه هي مباراه قمه ليها طابع شديد الخصوصيه زي ما دايما بنقول، واكيد مستنيين ان شاء الله مردود ايجابي منها ومستنيين الفوز باذن الرحمن. بص المشهد اصلا اللي انت شايفه دلوقتي عامل ازاي مهيب، يعني اعتقد ده يكون اكبر دافع مفروض ان شاء الله للفريق وكل فرد في الفريق، ان هو يبقى عنده دايما كده يعني حاجه زي محرك ان هو لازم يكون في هدف معين. الناس دي كلها لازم نفرحها، الناس دي اللي بتروح من قبل المباراه كمان بخمس وست ساعات طبعا يا كريم، بس طبعا هدفها ان هي تبقى موجوده. وخلي بالك هما بيبقوا فرحانين، يعني القصه ما بتبقاش حاجه شقاء بالنسبه لهم او غيره، لا صحيح. اول ما بيكون في يعني سماح لدخول الجماهير كل الناس تقريبا بتروح، تحديدا كمان طبعا في الدرجه الثالثه. وهو مازن بيقول عايز تيشيرت معلول. ناس جميله ده جدا، ده ناس بتشوفنا احنا في الشارع تطلب تيشيرتات النادي الاهلي، ما بالك طبعا ده قال وعلى رايك من كل الاعمار فعلا، دي حقيقة. اطفال وشباب وكبار، حاجه عظيمه جدا. مباراه مهمه زي ما احنا شايفين، مباراه قمه بكره باذن الله، يعني لكذا سبب كمان، منهم اسباب كريم اتحدث عنها، واسباب اولهم زي ما احنا كنا بنقول هي بطوله خاصه. تاني حاجه عندك كولر وعندك اللعيبه والجماهير عايزين موسم بلا هزيمه، يعني احنا حتى هذه اللحظه الاهلي بلغه الارقام لعب 20 لقاء فاز في 23 29 عفوا لقاء فاز في 23 واتعادل في 6، فانت بتتكلم احنا اكيد عايزين نكمل السيزون بلا هزيمه عشان يبقى سيزون فعلا استثنائي في كل شيء. انا بتكلم على الدوري تاريخ مواجهات الاهلي والزمالك تحديدا، انت بتتكلم عن 126 مباراه الاهلي فاز فيهم تقريبا ب 48 او تحديدا ب 48 لقاء اتعادلوا في 50 والزمالك فاز في 27، طبعا فوارق كبيره جدا في الارقام، لكن ما زال ده برده مش هيدينا الطمانينه، لا هيدينا الثقه لكن مش الطمانينه. ممكن يبقى عندك ثقه وانت نازل اي تنافس، لكن في نفس الوقت لازم يكون في برده رغبه ان انت تفوز، يبقى في دايما كده يعني زي ما بيتقال يا كريم انا عندي يعني مطلع حياتي على الفوز، مش فكره بس انا نازل وعارف او واثق من الفوز، لا انا مطمن لكن عندي برده لسه الرغبه، شايف ان المباراه هتبقى صعبه بالمناسبه
يعني لو حد اتكلم على ان الزمالك عنده غيابات عديده، الزمالك عنده غيابات عديده بالمناسبه لاسباب كتيره، يعني اسباب فنيه واستبعاد وحاجات زي كده كتيره، تقريبا 8 لعيبه لو انا مش غلطانه، بس ده مش قصتنا احنا. دايما كنادي اهلي حتى لو انت بتلاعب مين انا ما ببصش المستوى بتاع المنافس عامل ازاي، ويمكن الكلام اللي انا بقوله ده حضراتكم عارفينه، يعني مش حاجه جديده انا بطرحها دلوقتي، بس لازم ناكد عليها. احنا ملناش دعوه وضع المنافس عامل ازاي، دايما نكون باصين على نفسنا، جاهزيتنا، استعداداتنا، الروح اللي موجوده ما بين اللعيبه، الكلام ده كله كولر يمكن كمان في الفتره الاخيره وكام ساعه الاخيره اكد عليهم بشكل كبير جدا، فكل التوفيق. والاستعدادات كمان كانت تقريبا او تحديدا من امس، وكمان بعد الحصول طبعا على 48 ساعه كانت راحه، ففي طموحات، في اصرار، في روح، وفي يعني زي ما بيتقال كده ثقافه اللعيبه ان شاء الله تترجم بقى على الارض بماتش حلو. لان خلي بالك من حاجه برضو، انا مش عايز اشوف فوز بس، انا عايز اشوف ماتش حلو وعايز اشوف كمان نتيجه حلوه، فباذن الله ده يحقق ان شاء الله. ان شاء الله هيحصل، وهتشوفي اداء مرضي وهتشوفي نتيجه مرضيه لجماهير النادي الاهلي. طبعا احنا بنتكلم على فريق الزمالك، الفريق المنافس ايا كان وضعه، ايا كانت حالته الانيه في الفتره الحاليه، لكن احنا في الاخر بنتكلم على قطب من اقطاب كره القدم المصريه بطبيعه الحال وعبر الازمنه المختلفه. كره القدم في مصر لزمان مش قليل محصور دايما بين الاهلي وبين الزمالك، ودايما ماتشاتهم بتبقى ليها طبيعه خاصه جدا ايا كان وضع الفرقتين، لكن بطبيعه الحال كل فريق منهم حوافزه ودوافعه بتتضاعف لما بيكون اللقاء بيضمه او بيجمعه بالغريم التقليدي والمنافس التاريخي ليه. ان شاء الله نسعد كلنا بمتابعه مباراه مرضيه لينا كلنا كجماهير النادي الاهلي. بكره ان شاء الله كمان في قرعه تصفيات كاس العالم، واكيد كلنا كمصريين قاعدين مستنيين ومترقبين يا ترى وضعنا في القرعه هيكون عامل ازاي وهيودينا فين. مبدئيا احنا في التصنيف الاول، يعني هنكون على راس مجموعه، وبالتالي هنتجنب تماما منتخبات السنغال والمغرب والجزائر وتونس والكاميرون ونيجيريا وكوت ديفوار، يعني طبعا كلها منتخبات قويه جدا، واكيد المنافسه معها مش هتكون سهله باي حال من الاحوال، لكن وارد برضو الامر ما يخلاش وارد جدا ان احنا يقع معانا في التصنيف الثاني منتخب زي جنوب افريقيا او منتخب غانا او الكونغو، وبرضو ما هياش منتخبات قليله، دول اقوى ثلاث منتخبات في التصنيف الثاني. وغانا تحديدا طبعا يعني. اقوى ثلاث منتخبات في التصنيف الثاني، يعني في كل الاحوال مصر لو بعدت عنهم اكيد هتكون فرصتها كبيره ان هي تكون ان شاء الله في كاس العالم. عشان كده بنتمنى من الجهاز الفني ومن مستر روي فيتوريا انه يبتدي من دلوقتي يحط استراتيجيه شامله وكامله مع اتحاد الكوره بشان فتره الاعداد للمنتخب هتكون عامله ازاي، هنلعب من خلالها مع مين، الوديات مع مين، هتكون المعسكرات امتى وفين، والفتره الزمنيه قد ايه، لان خلي بال حضراتكم الوقت يتقال عليه ضيق جدا بين بدايه التصفيات وبين نهائيات كاس الامم الافريقيه في مطلع العام القادم. اكيد بنتمنى للفراعنه كل التوفيق ان شاء الله. كل التوفيق ليهم. وفي بص بعض الافكار كده برضو اللي بتيجي على بال الواحد واللي بنسمعها، يعني ليه ما يكونش في، حتى انا كنت بتكلم معاك قبل الهوا في دي لو انت فاكر في النقطه دي، ما كنا بنتكلم ليه ما يكونش في مثلا اقتراح بسيط، يكون في اجتماع بين مثلا فيتوريا وميكالي طبعا مدرب المنتخب علشان يتكلموا، او عشان فيتوريا تحديدا يضم بعض عناصر المنتخب الاولمبي في التصفيات بناء على طبعا ترشيحات ميكالي، بحيث خليني اشرح اكتر ان انت بتعمل ايه يا كريم، تعمل تجهيز للعيبه للاعبنا للاولمبيات، يعني بتجهزهم للاولمبيات وبتديهم خبره اللعب كمان مع المنتخب الاول، لان دي المشكله الاساسيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها او يعني مستمره معانا، ان انت المنتخب الاولمبي بتاعك مش كلهم عندهم الفرصه ان هم بيلعبوا باستمراريه مع الفرق الاولى في الانديه المختلفه، فدي يمكن شويه بتؤثر على الاداء بعد كده، انت لما تيجي تصطدم بكره مختلفه عنك تماما ربما بيبقى في جاب، فانا ليه ما اعملش ده؟ يعني اعتقد ده لو تم هيتم اكيد بشكل مدروس برؤيه ممكن تكون فنيه دقيقه جدا عشان يدمج العناصر اللي هي الصغيره مع اللاعبين الكبار. ده مقترح، يعني اعتقد ده ممكن يكون مفيد في اكتر من حاجه كمان، لو احنا هنتكلم فكره ان انت تستعين بالعناصر المميزه وتجهزهم لاولمبياد باريس عشان ما نجيش بعد كده نقول اصل احنا، اصل ما كانش، اصل ما لحقوش، الكلام ده كله بتهيألي نتمنى، يعني نتمنى في موسم ما ان احنا ما نسمعوش. تدعيم صفوف المنتخب الاول بعناصر صغيره في السن واعطائهم الفرصه اكتساب كمان العناصر دي لخبرات مهمه اعتقد امر لابد منه، لابد منه، ده لو حصل اعتقد برضه هيكون في يعني اطار تنظيمي وهيبقى
وبالتالي انعكاسات طيبة جدا على المنتخب الأولمبي. فمقترح يعني أعتقد أن الاقتراح ده تم بالفعل بموجب الصورة اللي كانت معروضة جنبك وانت بتتكلمي، انت كنت مركزة في الكلام. ده لقاء، هل تفتكر يعني فعلا أكيد بقى بداية أو هنقول إرهاصات للتنسيق المشترك ما بينهم، لأن طبعا الطلب ده مشروع جدا ومنطقي جدا، وأعتقد أن هم أكيد واخدين بالهم من أهمية حاجة زي كده. برضو عايزين نروح بقى مع حضراتكم يعني لزاوية تانية حبتين، تحت شعار لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، لعيبة النادي الأهلي بيواصلوا الاستحواذ على استفتاءات اختيار الأفضل في كل جولة من مسابقة الدوري، وشفنا ده في أغلب الجولات اللي فاتت. الجولة بقى 21 بطلها هو بيرسي تاو اللي أعلنت رابطة الأندية اختياره كلاعب للجولة بعد الأداء المميز جدا الحقيقة اللي قدمه مع الفريق قدام الاتحاد السكندري بتسجيله هدف وصناعته لهدف آخر، حاجة عظيمة جدا. طبعا حاجه محترمه، مبروك لبيرس تاو، لان بيرس تاو هنرجع نقول تاني كانت من اللعيبه، مش جماهير النادي الاهلي اللي هي كانت تقول لك ده مش في مستوى النادي الاهلي، لا مش احنا ما بنعملش ده ابدا، بس كنا بنسمع من بره انتقادات لبيرس تاو والغير بيرس تاو من اللعيبه يا كريم اللي كانت بتنضم جديد ولسه ما بتكونش اخذت على اللعب وعلى الفريق وعلى الروح بتاعت النادي الاهلي الى حد ما، وده راجع لكل لاعب، لان انت عندك كتير لعيبه محترفه جت انضمت منهم. لو انت فاكر بدر بنون ازاي الانسجام كان سريع جدا بينه وبين اللعيبه، هي بتعتمد شويه او في الاول في الاخر على شخصيه اللاعب نفسه. ففي لعيبه بتقدر ان هي تندمج بسرعه وبيظهر ادائها بشكل كبير وفي اسرع وقت، وفي لعيبه بتاخد وقت شويه قد يصل لسنه بالمناسبه، وشفناها زمان ايام مانويل خوسيه. فعلى كل حال بيرس تاو كان من اللعيبه اللي بيتم انتقادها من قبل اشخاص لا تنتمي للنادي الاهلي، وكنا دايما بنسكت، كنا دايما مش بنطلع ندافع عن اللعيبه، بس كنا بنقول شوفوا اللاعب ده كمان فتره هيحصل ايه. وقد كانت بصراحه بيرس تاو قدر ان هو يرد على الارض، وانا بحب دايما فكره ان احنا نرد على الارض اي اتهام، اي يعني اهانه بتوجه ليك انت ما بتردهاش، انت بترد على الارض. فمبروك بيرس تاو النجاح، مش فكره بس حصوله يعني على اللقب ده يا كريم، دي قصه نجاح اكيد توجد في الاخر بكده. النهارده كمان خبر حلو، هتبتدي منافسات ابطالنا في العاب القوه البارالمبيه في بطوله العالم اللي انطلقت من يومين، هتفضل لغايه يوم 17/7، هي مقامه في باريس. طيب منتخبنا وضعه ايه؟ هو بيشارك بست لاعبين في خمس فئات، وده وفقا للتصفيات او تصنيفات البطوله يعني. خليني برضو اوضح لحضراتكم حاجه، ان البطوله دي مهمه لانها هي البطوله المؤهله بقى لبارالمبيات باريس 2024، فمحتاجه تركيز، محتاجه قوه، محتاجه نتيجه، يعني نتمنى ليهم التوفيق. وكمان نظام التأهل هيكون لأصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل سباق لكل تصنيف يعني لدورة الألعاب البارالمبية. فكل التوفيق لأبطالنا، وهنرجع نقول دايما انتوا اللي بتكونوا يعني بتشرفونا، والعزيمة والإصرار اللي بتكون عندكم هي اللي بتحقق الميداليات بعد كده، وهي اللي بتخليكوا تنالوا احترام وتركيز العالم كله، مش بس في الداخل، بتكلم في العموم. فبالتوفيق ليهم، وكالعادة هم معودين على النصيب الأكبر من الميداليات، وإحنا واثقين إن شاء الله ده هيتحقق كمان في باريس 2024. أعتقد كمان أن أبطالنا البارالمبيين يعتبروا شخصيات ملهمة لأبطالنا الأولمبيين. صحيح. لأن دي حقيقة، لما تتابعوا حضراتكم كل في تاريخ مشاركة مصر الأولمبية والبارالمبية عبر التاريخ في أزمنة مختلفة، في كل دورة منهم بيبقى عندنا بعثة مشاركة هنا وهنا، بتلاقوا دايما البعثة البارالمبية بتاعتنا راجعة بثلاث أربع خمس ست أضعاف عدد الميداليات اللي محققها أبطالنا الأولمبيين. إحنا بنتمنى إن أبطالنا يتألقوا على الصعيدين أولمبيا وبارالمبيا. بالمناسبة كنا اتكلمنا مع حضراتكم أول الأسبوع ده عن حصد ألعاب القوة لخمس ميداليات ذهبية في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر، وقلنا وقتها إن منتخب الأثقال هيبتدي مهمته يوم الثلاثاء اللي هو كان امبارح، والحمد لله البداية كانت موفقة جدا بحصد أول ميداليتين لينا في المنافسات. أمل توفيق حصد الذهبية وفضية في رفع الأثقال، أمل حققت الذهبية في منافسات النطر وزن 49 كيلو جرام والفضية في الخطف في نفس الوزن، ليرتفع بالتالي رصيد بعثة مصر في دورة الألعاب العربية لست ميداليات ذهب وميدالية فضة. ولسه أكيد مستنيين من البعثة المزيد من الإنجازات والمزيد من الميداليات إن شاء الله في منافسات الأيام القليلة القادمة. بالظبط، دي بقى الأخبار اللي تطمنك شوية وتفرحك وتطمنك على اللي جاية كريم، هي دي النقطة كمان. وأتمنى كل كمان الرياضات اللي هتشارك في الأولمبياد والبارالمبيكس يعني بتاعت باريس 2024 إنها تبقى بتقدم شكل مختلف ونتيجة مختلفة.
على ان احنا نشارك وبعدين نطلع مثلا بميداليه ذهبيه واحده والباقي برونز، وده لو طلعنا كمان باعداد كتيره. اعتقد مفروض مع اللي بيحصل على الارض يا كريم والاهتمام بملف الرياضه تحديدا مش هيبقى متوازن معاه، مش هيبقى في كفاءه ما بينهم. فيعني عارف اللي هو الواحد بيقعد يفكر شويه، طب ايه تاني اللي ناقص علشان نقدر نكون بننافس الدول اللي هي فعلا سابقانه بارقام والترتيب عالي جدا وكبير جدا؟ ايه الجاب اللي ما بيننا وما بين الدول؟ عشان برضو اللغه اللي هي او اللهجه اللي هي انتوا هتقارنوا نفسكم بدول اوروبيه زي باريس واسبانيا، عفوا فرنسا واسبانيا والدول اللي هي متقدمه، وامريكا برضو في بعض الرياضات وروسيا في بعض الرياضات الاخرى اللي هي بتكون مسيطره يعني على مدار سنوات طويله على المراتب الاولى فيها. ممكن على فكره، لان الدول دي اول ما ابتدت الرياضه ما كانتش هي المسيطره، فالحياه روتيشن، ما فيش حد بيفضل مسيطر على طول، فهي الدنيا كده. فاعتقد احنا ما عندناش مشكله ان احنا نوصل للمرتبه دي، بس في حاجات طبعا محتاجه تتغير، وفي حاجات محتاجه ان هي يحصل فيها تطوير، ده بلا شك. يعني لان حتى هذه اللحظه اللي بنكلم حضراتكم فيها بعض الاتحادات برضو عندها مشاكل، وبعض اللعيبه والابطال عندهم مشاكل مع الاتحادات بالمناسبه. فيعني نتمنى الصوره دي والمشهد ده ان هو يتغير او يتم تغييره يعني في اقرب وقت. ده اللي انا عايزه اقوله، مش عايزه اطول على حضراتكم، بس اتمنى تكون رسالتي وصلت. بيتهيأ لي والله اعلم ان لو تفتكر كده احنا على مدار الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا كنا استضفنا العديد من رؤساء الاتحادات في رياضات مختلفة. الكم الأكبر منهم قال ما معناه إن برضو ابتدت تبان شوية إيه أمارات، ابتدت تندع مسألة إيه المشروع القومي لصناعة البطل الأولمبي، النوع ده من المبادرات اللي الدولة بجلالة قدرها تبنتها. بس لسه نتيجتها كريم، بس إيه ما عشان كده بقول لك إيه ابتدت تندع. يعني اتقالت على لسان بصيغ مختلفة طبعا، على لسان أكتر من حد من ضيوفنا الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا. فدي حاجة مطمئنة، على الأقل بقينا أخيرا ماشيين في التراك الصح. هو وصلناش اخره بس ماشيين في التراك الصح. مش مشكلتنا بس في اكتشاف المواهب على فكره، انا معاك طبعا، مشروع محترم جدا لانه بيعطي فرصه للي ليس له فرصه، اعطاء الفرصه لمن ليس له فرصه ده امر مهم جدا. لكن بعد بقى لما بكتشف المواهب بعمل ايه؟ هي دي النقطه، انا بكتشف المواهب، بعد كده بقى بدمر المواهب دي ولا بكبر المواهب دي وبطورها؟ هي دي النقطة اللي احنا نتمنى. احنا عندنا بالفعل أبطال حاليين، منهم اللي بيبقى يعني بنسمع حاجات حزينة، قصص حزينة من وراها، ومنهم اللي بيفرحنا، فنتمنى ان الكل يكون بيفرحنا، ده اللي احنا اكيد عايزين نقوله. نروح نتابع على درجة الحرارة، درجات الحرارة والطقس، اللي زي ما كنت بقول لحضراتكم انا وكريم بالامس، في كان ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مش بس محليا، ده في العالم كله. خلينا نعرف درجات الحرارة النهاردة اخبارها ايه ونرجع نكمل. يعني دكتور محمود شاهين معانا على التليفون، مدير عام طبعا مركز التنبؤات والتحاليل الهيئه العامه للارصاد الجويه. وانا مش عارفه هل هي صدفه بقى ولا احنا اللي حظنا حلو. دكتور محمود صباح الفل طبعا في البدايه، ومباراه مهمه جدا بكره، وكل مره حضرتك بتكون معانا بيبقى في مباراه مهمه تاني يوم تقريبا. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك. اهلا بيك طبعا. صباح الفل. بس وشك بيبقى حلو في النتيجه، يعني ما اقدرش انكر ده برضه. دكتور محمود، سمعنا الفترة اللي فاتت أو اليومين تحديدا اللي فاتوا كلام إن في ارتفاع ملحوظ في العالم كله في درجات الحرارة، هل لسه ما زال مستمر معانا ولا هيكون في يعني انخفاض إلى حد ما أو اعتدال في درجات الحرارة؟ تفضل يا دكتور. لا، هو حضرتك بالفعل هو لسه خرائط تشير إلى موجة شديدة الحرارة بالفعل على عديد من دول العالم، بما فيهم طبعا خرائط العربية. بالنسبه لمصر بتتاثر بالفعل بامتداد منخفض الهند الموسمي بشكل واضح وملحوظ، هيتسبب في ارتفاع درجه حراره ونسب الرطوبه، وده عاده ما بنشوفه في شهر 7 وشهر 8 اللي هم عز الصيف لقريه مصر العربيه، اللي بتسجل فيه درجات حراره مرتفعه ونسب رطوبه ايضا مرتفعه بشكل كبير. فطبعا هذه الاجواء هتستمر معانا على الاقل لغايه منتصف الاسبوع اللي جاي. هنلاقي درجة الحرارة بتزيد شوية عن اللي كانت بتسجله قبل كده، كان قبل كده القاهرة 33 و34، هنلاقي القاهرة خلال الأيام اللي جاية ما بين 37 و38 درجة، دي اللي بتقاس في الترمومتر. لكن طبعا مع شعورنا وإحساسنا بنسب الرطوبة هتخلينا نشعر كمان لو كانت درجة الحرارة توصل 39 درجة عظمى. أيضا نسب الرطوبة بالليل بتكون مرتفعة بشكل كبير، فناخد بالنا طبعا ما نقعدش في أماكن مقفولة أو سيئة التهوية بالليل، لان احنا عارفين الرطوبه العظمى بتتسجل بالليل مش عكس درجه الحراره، يعني درجه الحراره العظمى بتتسجل الظهر والصغرى بتاعت الرطوبه بتتسجل الظهر.
يعني الرطوبة مش الحمد لله بنعمة ربنا علينا اللي هتكون عكس العظمى في درجة الحرارة. وإلا كان الموضوع بقى صعب قوي علينا. والله يا فندم هو في دول عربيه مثلا لو انا مش غلطان كان في الكويت في احد المواطنين كان بيصور فيديو ومعاه جهاز لقياس درجه حراره الجو فكان بيقيس درجه الحراره جوه البيت وبراه، جوه البيت كانت حاجه و50 بره طلع في الشارع لمده ثواني ما استحملش يطول اكتر من كده 71 درجه. هو درجه الحراره في الجزيره العربيه بتصل فعلا لدرجات حراره قياسيه. ففعلا درجة الحرارة في الكويت والعراق وبعض الدول العربية بالفعل بتكون درجات الحرارة عالية جدا بتتجاوز 50 وتصل إلى 60 درجة أحيانا. لكن 70 تبقى صعبة شوية. أنا استغربت جدا، أنا استغربت جدا، ما هو 60 من 70 ما رحناش بعيد، هم يعني دي حالة غليان طبعا. جدا جدا صعبة. ارتفاعات شديدة فعلا في درجات الحرارة في هذه الدول، وطبعا خصوصا في فصل الصيف بنلاقي درجات قياسية في هذه المناطق. لكن الحمد لله مصر الحمد لله إلى حد كبير بعيدة عن هذا التأثر، رغم إن نفس الكيس الهوائية منخفض الهيل، لكن امتداده لما بيدخل على مصر بمروره على البحر المتوسط والبحر الأحمر يفقد الكثير من درجة حرارته، لكن في المقابل بترتفع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ طبعا. والله احنا مكاننا هناك في الصور اللي شايفينها دي، مش عارفه ايه اللي مقعدنا هنا. اشكرك جدا انا وكريم اكيد دكتور محمود على هذه المداخله والتغطيه، وان شاء الله زي ما احنا متعودين من حضرتك بكره يعني يكون يعني الفوز وفوز بلعب حلو كمان للنادي الاهلي كالعاده. هنروح فاصل ونرجع نكمل. برضه لسه ما خلصتش، خليكم معانا. وده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا نعرف ايه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي من خلال زميلتنا العزيزه روزان نصر وهي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا روزان، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواند، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة، متواجدة معاكم طبعا لنقل آخر الأخبار طبعا يعني بالأخص للفريق الأول. خلينا نتكلم عن استعدادات أو الاستعدادات الأخيرة أكيد لمباراة الأهلي والزمالك غدا. طبعا يعني مران الأمس مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم قاد اللاعبون فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة. كمان يعني خاض محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، رباعي طبعا حراسة المرمى، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكن مدرب الحراس. النهاردة بقى هيكون المران الأخير قبل مواجهة الزمالك غدا الخميس على ملعب استاد القاهرة طبعا، والمؤجلة من الجولة 31 لبطولة الدوري. المران أكيد هيكون على ملعب مختار التتش النهاردة الساعة 6 مساء. أكيد يعني خلينا نتكلم برضو أن مارسيل كولر النهاردة هيركز أكتر على نقاط يعني ضعف الخصم. في الأول وفي الآخر يعني هو ديربي، مباراة مهمة جدا بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي أو جماهير الكرة المصرية بشكل عام. يعني خليني كمان أقول أن كل الجماهير مترقبة هذه المباراة يمكن منذ أيام. خليني أقول كمان التذاكر يعني من أول ما نزلت على موقع تذكرتي يمكن خلصانة أول ما نزلت تقريبا بعد 10 دقائق أو ربع ساعة. كلنا متحمسين لهذه المباراة، يعني موسم لا هزيمة بالنسبة للنادي الأهلي، وأكيد يعني هيكلل يعني الفرحة والنصر كمان بفوزه على نادي الزمالك غدا. يعني كل توفيق أكيد للنادي الأهلي أمام الزمالك غدا. قررت بقى رابطة الأندية المحترفة تسليم درع الدوري لفريق الأهلي الحائز على البطولة، وذلك عقب أحداث مباراته مع حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 19/7/2023 باستاد القاهرة. جاء هذا القرار في ضوء طبعا الاتصالات التي اجراها النائب احمد دياب رئيس الرابطه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي للتنسيق حول الموعد المناسب لاستلام الدرع. واكد طبعا الكابتن محمود الخطيب الاستناد الى رؤيه الجهاز الفني اولا في هذا الشان، وطلب استلام في يعني وطلب استلام الدرع في الموعد المشار اليه. خليني سريعا انقل لكم هنا الاجواء في النادي. يمكن الاعضاء يعني مش متواجدين بشكل كافي لانه يعني النهارده الطقس درجه الحراره شويه عاليه، ولكن الاعضاء المتواجدين في منهم اكيد اللي بيتناولوا الافطار كالعاده يعني زي ما بيفضلوا، وفي منهم اللي بيفضل كمان يشتغل على اللابتوب، وفي منهم المنتظر مع اولاده. يعني دي كانت طقوس الاعضاء هنا يعني في الصباح الباكر في النادي الاهلي فرع الجزيره، ودي كانت ابرز واهم الاخبار اللي موجوده معايا النهارده. بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه.
احنا اللي بنشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه على هذه التغطيه المتميزه كالعاده. شكرا ليك يا روزان. خلينا بقى نروح قبل ما يعني انسى بصراحه لان في خبرين برضو انا وكريم كنا يعني بنتناقش فيهم قبل الهوا وقلنا ان احنا لازم برضو نعرضهم لان هم عاملين مش هقول مشكلة على السوشيال ميديا بس عاملين شير بشكل كبير جدا، ناس كتيرة بتتكلم عنها وكلمنا أنا وإنت في الموضوع ده مبارح لما كانت معنا زميلتنا العزيزة طبعا منى عمر الناقدة الرياضية في الشأن العالمي تحديدا، وكنا بنسألها على مبابي واستمراريته مع عدمها في باريس سان جيرمان. الجديد بقى اللي لسه كان من ساعات قليلة كمان كان مانشيت نزل كده تحديدا قال لك ايه بقى، مبابي سأبقى رغما عن باريس حتى لو جلست احتياطيا. عشان كده الناس استغربت هو ليه تصريح زي ده من مبابي بيتم يعني التصريح بيه، خاصة ان احنا كنا لسه كلنا بنتكلم والساحة الرياضية العالمية كانت بتتكلم وتتوقع هل فعلا مبابي مكمل ولا لا، والعروض الاخرى اللي تمت يعني ليه والتغيير اللي حاصل ما بينه وما بين كمان مالك طبعا بي اس جي ناصر الخليفي، لان كان وفقا لتصريحات برضو ناصر الخليفي هو كان الاول لما بيتسأل بيقول لك لا مبابي مكمل لان هو عقده بينتهي يعني في 20 بعد انتهاء صيف 2024، لكن هو مكمل معانا بعد كده. فانا مش عارفه بالظبط ملابسات الموضوع، كلنا عندنا علامات استفهام ليه الموضوع واصل يا كريم لهذه المرحله من الخلاف ما بين مبابي وهو نجم كبير جدا في بي اس جي وناصر الخليفي مالك بي اس جي. فطبعا موضوع عشان كده ناس كتير كانت بتتساءل حوله او مهتمه بهذا الملف يعني. وكنا امبارح لما اتكلمنا في التفصيله دي مع منى عمر لما كانت منوره في الفقرة الحوارية الخاصة بالرياضة العالمية والميركاتو الصيفي كمان علقت أنا فاكر قالت أن نبرة الكلام بتاعة السيد ناصر الخليفي طبعا رئيس النادي اختلفت في الإجابة على أي سؤال يتعلق به مبابي، أنه زي ما كان الأول زي ما نهواند بتقول لحضراتكم أنه كان بيكلم بشكل حاسم مقاطع حتى بنبرة صوت تشكك في أن في أصلا أي مشكلة تخص مبابي مع النادي، لكن في الفترة الأخيرة ابتدت كلامه أو ابتدى كلامه يمشي في سكة يعني إيه اللي هي مبهمة مش عايز يكمل او ما معناه يعني هنشوف الايام الجايه الامور هترسي على ايه. بس بص بقى من ناحيه مبابي هو ليه بقى حسب جريده مونت كارلو هي قالت كده، قالت ايه بقى، قالت مبابي بيرغب باكمال عقده مع النادي للحصول على مكافاه الولاء، عشان كده قال لك قاعد احتياطي على دكه البدلاء بلعب انا مكمل، عشان باريس مطالب باريس سان جيرمان مطالب بحسب العقد ما بينه وما بين مبابي يدفع كام بقى؟ كام؟ 40 مليون يورو نهايه الشهر المفروض الجاري. فعشان كده هو مكمل قال لك انا بس يروحوا فين ال 40 مليون في وسط الارقام الكبيره اللي هي دلوقتي بقت كده اللي بتتقال يعني. من الاخبار برضو سريعا عايزين نعدي عليها انا وكريم مع حضراتكم ويعني نقراها بشكل سريع، برضو كان تقرير طبي كانت ناس كتيره جدا متخوفه من التقرير اللي يعني القاروده لان هو بيتكلم عن ان حارس باريس سان جيرمان نجا من الموت بنسبه نص سنتيمتر. بمعنى ايه؟ خليني اقول لحضراتكم برضو مستهل الخبر، احنا بنتكلم عن سيرجيو ريكو حارس باريس سان جيرمان، طبعا المفروض ان هو كان اصيب باصابه كان هو في رحله يعني واصطدم بحصان حصان، فاللي حصل له ان هو كان هيموت لو كان الاصابه اللي اتعرض ليها كانت بس عمقها زادت بمقدار نص سنتيمتر. انت متخيل نص سنتيمتر كان التقرير الطبي بيقول لو كان للاسف يعني وصل له او بعد الشر وصل له كان هيتوفى على الفور. فبرضه كان موضوع مقلق جدا وناس كتيره كانت عامله شير للخبر ده لان هو كمان كانت اصابه شديده وفقد الوعي بيها وكان موضوع كبير يعني. فتخيل نص سنتيمتر ممكن زي الثانيه برضه بتفرق في حياه طبعاً ناس كتير يعني. ننتقل بقى للدوريات الاوروبيه بما ان احنا فتحنا الشان برضو العالمي واللي المفروض دلوقتي الدوريات الاوروبيه هتخلص على مشارف العوده مره تانية وفي دوريات عربيه لسه ما انتهتش. على كل حال خلينا نتكلم عن الفرق اللي بدات او بتستعد للموسم الجديد اللي هينطلق خلال مفروض شهر تقريبا. من الفرق اللي بدات بالفعل معسكراتها كمان عندك ارسنال وشفنا النني طبعا هو مشير الصوره ليه وهو في الطياره متوجه لالمانيا علشان ده مقر المعسكر، وبرده عشان ما ننساش عايزين نقول انني كل سنه هو طيب كان عيد ميلاده بالامس. محمد صلاح كمان كان انتظم في تدريبات ليفربول بالامس بعد ما الاجازه بتاعته خلصت اللي الناس كلها كانت بصاله فيها بصراحه مش ممكن يعني، وبيستعدوا طبعا لوديات هتقام من 19 و24 و30 يونيو و2 و7 كمان اغسطس. فبالتوفيق عايزين نشوف برضو يعني دوريات اوروبيه اكيد كالعاده ممتعه.
وتوفيق تحديدا للنني ومحمد صلاح طبعا اللي مشرفنا، خلينا نقولها بهذا الشكل، طبعا مشرفنا في الخارج. وهعلق سريعا برضو على موضوع الاجازه بتاع محمد صلاح لو تسمحوا لي، لان بجد كم الانتقادات اللي كانت وجهت لي، ويمكن انا وانت اتكلمنا سريعا في الموضوع ده، بس الموضوع كان غريب. عارف لما يبقى في ظاهره غريبه شويه لازم تقف عندها، وحتى لو اكتر من مره. انا مش عارفه ليه بقت الناس يعني مش قادره تقتنع ان الببليك فيجرز او الناس المعروفه او الابطال الرياضيين دول بشر على فكره، من حقه ان هو يصيف، ينبسط، يخرج. يعني هو مش معنى ان هو ايكون معينه ان هو حياته مفروض تبقى من التدريب للبيت. يعني اللي بينتقد اصلا هو حياته مش كده. فيعني اتمنى بس يكون في نبره مختلفه، ان في الاول وفي الاخر التعليقات السلبيه دي يا كريم ممكن تكون بتوصل برضو للناس، يعني مش بتعدي كده وخلاص. نتمنى. بصي، واضح ان هي ضريبه لازم ومضطر يدفعها محمد صلاح نتيجه او في مقابل النجوميه المفرطه، وفي مقابل فكره ان هو محطه انظار محبي كره القدم على مستوى العالم. يمكن اللي ساعد في ان النوع ده من الصور او الفيديوهات تنتشر اكتر من غيرها هو ان ساعات يعني بيبقى في ناس بيطلعوا يعني على مدار اليومين ثلاثه اللي فاتوا. وطبعا لازم ناخد في الاعتبار ان محمد صلاح من زمان قوي في صوره ذهنيه مرسومه عنه ومرسومه له في عقول العرب المحبين ليه وكمان الاجانب. يعني فكره الالتزام وفكره ان هو ما بيظهرش قوي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فما يظهر له فيديو من النوع اللي شفناه واللي انتشر انتشار النار في الهشيم الكام يوم اللي فاتوا، الناس كتير علقت تقول لك غريبه، مش ابو صلاح اللي موجود يعني في الاجواء. يعني علاقه الالتزام ان انا استمتع بحياتي، عشان دي النقطه كنت بقول لك عليه بقى من شويه، اللي هو فكره ايه، انه كان في صوره ذهنيه معينه مرسومه له، فلو في صوره فوتوغرافيه او فيديو يغيروا لك الصوره الذهنيه دي، ففي ناس كتير قوي بتعمل. بس هو ما عملش حاجه عشان يغير الصوره الذهنيه اصلا خالص. يعني هو بيمارس يعني حقه الطبيعي، ما عملناش حاجه اصلا ولا شفنا حاجه. بيمارس حقه الطبيعي ان الراجل بعد انتهاء الموسم يعني عايز يصيف وعايز يخرج وعايز يتفسح مع اصدقائه وعايز يرجع وهو شاحن يعني عزيمته زي ما بيتقال، واعاد شحن نفسه عشان يقدم موسم جديد قوي مع فريقه. فبنتمنى له السعاده بقدر ما هو بيسعدنا الحقيقه. طيب تعالوا بقى كمان نتكلم شويه عن تريزيجيه، وهو نموذج كمان من المحترفين المصريين اللي الحقيقه برضو مشرفنا. تريزيجيه عنده يعني في فتره زمنيه مش طويله قوي، لكن نقدر نقول قصه نجاح في فكره الاحتراف بشكل عام. طبعا لاعبنا الدولي محمود تريزيجيه هو كمان انتظم في تدريبات فريقه ترابزون سبور التركي استعدادا للموسم الجديد. قبل سفره كان ليه كمان لقطه لطيفه جدا على انستجرام، وهي كمان انتشرت بشكل فظيع. كان بيعرض من خلال الصوره دي صوره تخرج ابنه، ولكن تخرج ابنه من الحضانه، وكتب عليها خرجنا الصغير جاهز الان للمدرسه، لا توجد كلمات يمكن ان تشرح شعوري تجاه الاحتفال بتخرجه الاول. واحنا بنتمنى له يا رب ان شاء الله كل النجاح، وبنتمنى ان هو يشوفه عريس ويشوفه هو بيتخرج كمان من اعلى الجامعات باذن الله، لان تريزيجيه من الناس اللي مفرحانه ومن الناس اللي بسطانه واللي ماشي بخطوات ثابته جدا الحقيقه، وعمره ما كان طرف في اي لغط، وعمره ما كان طرف في اي مشكله في اي نادي من الانديه او الفرق اللي هو انضم لها في اثناء فتره الاحتراف الخاصه بيه. فالحقيقه بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. ونشوفه لاعب كوره كبير طبعا يعني طبعا، سواء في مصر او بيمثلنا حتى في الخارج. اتمنى ده. يعني انا على فكره من الناس اللي بحب حتى يعني لو حد اهله ناجحين في مجال ان هو يطلع يكمل المسيره دي، مش حاجه وحشه. على عكس ما الناس في بعض الاحيان بتنتقد تقول لك هو لاعب كوره يطلع ابنه لاعب كوره، هي ممثله هتطلع بنتها ممثله. على فكره لو الموهبه موجوده ليه لا، بالعكس احنا نبقى كسبنا جيل جديد. يعني ما اشوفش ان ده غلط، لان في الاول وفي الاخر الكاميرا او الملاعب او غيره هي اللي بتحدد. يعني حتى لو كان في بوش في الاول، لو الشخص ده مش موهوب مش ناجح مش هيكمل، مفيش حد بيضحك على الناس يعني. فبالعكس احنا نتمنى نشوف كمان ابناء كل اللعيبه بتاعتنا لعيبه كره قدم يمثلونا في مصر وفي الخارج بشكل كبير. وفي منهم اللي عاملين كده بالفعل، حد زي عمر سيد معوض، حد زي مصطفى شوبير، زي 17 سنه في ناشئين الاهلي، في اسماء كتير، في ناس كتير. ويعني الحقيقه يعني في ناس يعني ما بيعجبهاش العجب، يعني دي نزعه عامه عند الناس، لمجرد ان هو اسمه بالكامل مثلا مصطفى شوبير، فعشان كانها هي كمان ضريبه لازم يدفعها الابن. طب في الاخر احنا الفيصل بيننا وبين الرضا من عدمه ايه؟ امكانيات الابن ومهاراته وفنياته وحجم اجادته وحجم افادته للفريق. والله لو كل العناصر دي متحققه يبقى ابنه، يبقى ابن اخته، مش فارقه كتير. احنا عايزين
حد يبسطنا بوجوده معانا، فاهمه ازاي؟ ففي ناس ارجع اقول لك عارفه اللي هو تصطف بماء العكره على طول. انا ارجع بقى اقول لك عدم الالتفات لاي انتقادات بهذا الشكل مكسب. يعني دايما انا ثقافتي خليك مكمل في طريقك، خليك باصص، مش مهم ده خالص، الحاجات دي مش مهمه، خليك مكمل في طريق نجاحك. وده اعتقد كل ناجح بيمشي بالسيستم ده، فاللي عايز يقول حاجه يقولها، على فكره مش فارقه خالص. على كل حال، من لغه الارقام اللي حضراتكم بتحبوها واحنا كمان بنحب نعرضها عشان يبقى كل حاجه دقيقه، هنعرض لكم بلغه الارقام. يعني خاصه انت بتتكلم هنا عن هنا بقى اغلى 10 انديه كريم في قاره افريقيا، بلغه الارقام اغلى 10 انديه في قاره افريقيا من القيمه، بنتكلم طبعا التسويقيه. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، رجعنا عشان نبتدي معاكم بقى اولى فقراتنا الحواريه. وزي ما كنا بنقول لكم من شويه، احنا طبعا كلنا في انتظار وعلى احر من الجمر في انتظار لقاء القمه المرتقب غدا ان شاء الله بين الاهلي والزمالك، وكلنا مستنيين ان احنا نتفرج على او نجد ما يسرنا ان شاء الله واحنا بنتابع احداث هذا اللقاء. هنتكلم بقى في كل التفاصيل دي مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهارده، كابتن فتحي نصير نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر الدولي والافريقي. صباح الفل على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا نهوان. صباح الهنا. والله العظيم بنسعد بوجود حضرتك معانا بجد، وقبل المباريات اللي هي ايه، المباريات الثقيله فعلا. ناوي وشك حلو بصراحه. على طول ان شاء الله ربنا ينصرنا. يا رب ان شاء الله. وفتحي نصير يعني اكيد ان شاء الله. كابتن فتحي، خليني ابدا مع حضرتك بصراحه، ومش هبدا على الماتش بتاع غدا. انا عايز ارجع معاك الاول نوستالجيا شويه، ونتكلم على المباريات والاستعدادات بتاعه ماتشات القمه ايام جيل حضرتك. ايه الخصوصيه بتاعتها؟ دايما نقول في حاجه خاصه، حتى وان كان المباراه اللي احنا بنتكلم عنها مضمونه خلاص، احنا حسمنا الدوري، بس ما فيش حاجه اسمها اخش العب بمثلا مجهود اقل او استعداد اقل. لا، خلينا نرجع شويه برضو بالجيل زمان. لا، الاجيال السابقه تختلف كليه عن دلوقتي، لان ليه بقى؟ الحياه مختلفه. طب زمان ما كانش فيه موبايل، دلوقتي بقى فيه موبايل، طب بقى في واي فاي، بقى في سوشيال ميديا. السوشيال ميديا الحاجات دي كلها ما كانتش موجوده. احنا كنا موجودين زمان لما مثلا الفرق كانت بتلعب، كل لاعب نفسه كان بيمني نفسه ان يلعب هذه المباراه او يلعب المباريات الكبيره للاستمتاع، والجمهور رايح ليستمتع، مش ان هو رايح بيبقى تحت ضغط عصبي او كده. ما كانش في ضغط زمان؟ لا لا لا، لا ما كانش. حتى في ماتشات اهلي وزمالك، حتى اهلي وزمالك، اهلي وزمالك عارفين كل فرقه بتبقى مقيمه نفسها قبل المباراه، فبتشعر كل معسكر من المعسكرين هو حاسس فرقته هي المتكاملة، هي اللي موجودة، هي اللي كده. فكان اللي بيعد نفسه أعلى من التاني لأن مهاراتهم كانت تقريبا متساوية. طب وعلى صعيد الجمهورين كانت الأوضاع عاملة إزاي؟ برضو الجمهورين نفسه يا كريم، كان الفرقة دي أو الفرقة دي الجمهور بيتمنوا قبل المباريات، بيقعدوا يتناقشوا ويتحاوروا الاتنين مع بعض. يعني الجمهورين قاعدين زمان في القهاوي والكافيهات دلوقتي والكلام ده، كان يقعدوا في القهاوي، يقعدوا في التجمعات، لكن بيتحاور يعني كل واحد يتخيل ويمني النفس ان هو بكره هنكسب وبكره هنعمل ايه وكلام. واعتقد المناوشات بينهم كانت لطيفه وقتها ومقبوله. لا اكيد اكيد، يعني كل ده كان بيحصل، واللعيبه كمان كان بقول كامل النضج، لان ما كانوش فيهم لسه الهزه بتاعه السوشيال ميديا. دلوقتي انت اي لاعب بيتحرك، اي لاعب بيعمل اي تصرف، طب على طول العالم كله بيعرف. طب انا لسه سامع دلوقتي انت كنتوا بتتكلموا في البرومو على محمد صلاح. الله، ما هو ده كان برضو اللعيبه دي بتحصل الحاجات دي كلها زمان، بيصيفوا عادي، ما حياه يعني في حياتهم وكده، ولازم يرجع لحياته الطبيعيه الاصلانيه اللي بدا بيها. ليه؟ عشان دي مهمة جدا، مش بدنيا، مش فنيا، مش مهاريا، مش خططيا، ولكن ذهنيا. صح، لازم نفصل، لازم نفصل البشر يعني، الجهاز العصبي، الجهاز النفسي، الجهاز كل ده لازم له حق من الراحة وله حق من التدريب. طب يعني اللي احنا بنشهده اليومين اللي احنا عايشينهم دول، وبالذات بمعرفة أو عن طريق السوشيال ميديا، هل ده معناه إن طبيعة الجمهور اتغيرت، ولا دي قوة تأثير السوشيال ميديا؟
الاثنين. يعني الجمهور دلوقتي بقى ساعات يعني ايه قاعد على السقطه واللقطه زي ما بيتقال، ما بيفوتش اي حاجه لاي حد. ما هو ما بيفوتش لان هو عارف بالموضوع. الحاجات دي لما كانت بتعرف زمان فالجمهور ما كانش بيتكلم، ليه؟ لانه ما عرفهاش. ما كانش الناس بيعرفها يعني. لكن هي دي جزء فعلا من حياتنا. لا، واستباحه التدخل السوشيال ميديا ليها جانب يعني غير جيد تماما، اللي هو استباحه التدخل في حياه الاخرين. يعني لسه كنت والله في حديث سريع الموضوع، بس هقوله سريع، مع واحده صديقه يعني، وهي دكتوره عامله دكتوراه في علم النفس، فبتقول لي السوشيال ميديا خلتنا ننفر من بعض اكتر. بقول لها ازاي؟ بتقول لي لان احنا بقينا حياتنا مستباحه بشكل، فبقينا نعرف التفاصيل، فبقينا داخلين في حياه بعض، فبقينا نحكم على بعض، فبقينا نقارن حياتنا بغيرنا، فبقت السوشيال ميديا بتخلينا بجد ننفر من بعض. كل واحد مش قربتنا غلط، هي مش تواصل اجتماعي، هي لا تنافر لا اجتماعي. لا لا، يعني كل واحد اصبح اللي قدامه كتاب مفتوح، عارف كل حاجه، عارف انا عارف ايه اللي تحت الجاكيت بتاع كريم، القميص مش عارف ايه. انا ممكن اخش على الفيسبوك عند كريم اعرف متجوز امتى ومخلف كام وولاده في مدارس ايه واصحاب ولاده مين. يعني حاجه بقت وحاجات اكتر، دي معلومات عامه. طب ده اضر اكتر مما افاد؟ طبعا، ان انت خلاص كل واحد عارف التاني بطريقه يعني المفروض يبقى فيه خصوصيات لاي بني ادم. صح، فالخصوصيات دي الناس شايفاها انها لا، دي ليه يعمل كده؟ ليه انت هتحاكمني؟ وانا انا ما انا حر، انا انا جاي هنا زي زيك. انا دلوقتي انت تحاسبني جوه المستطيل الاخضر كلاعب كوره. بالظبط، جوه المستطيل الاخضر بكره ان شاء الله. متوقع ايه اللي هيحصل؟ متوقع ان مباراه، طبعا احنا لعبنا قبل كده مع الزمالك، لكن الدوافع كانت في المباراه دي مختلفه. صحيح، ان يعني هنا الدوافع مش دوافع البطوله، لان الحمد لله اتحسمت خلاص، توج بالبطوله. طيب مش دوافع الثلاث نقاط، لان خلاص النقاط طب. احنا عندنا يبقى في دوافع ثانيه. دوافع ثانيه المحافظه على اسم هذا النادي بطل افريقيا، المحافظه على مكانته في مش داخليا، مش جوه مصر. أيوة طب. على مستوى العالم، على مستوى افريقيا، على مستوى، لان الافارقه كلهم بيتفرجوا يشوفوا بطل افريقيا هيعمل في المباراه دي. صحيح. طبعا ما بيتفرجوا طب. نفس الوقت دوافع نادي الزمالك له دوافع ثانيه اتغيرت، مش بيفكر بقى برضو في النقاط لان الوضع تقريبا حسم بالنسبه له، لكن بيفكر في حاجه انه ازاي يعني ياخد اللقطه، او ازاي يقول انا موجود، يثبت وجوده. يثبت وجوده ايه؟ مع بطل افريقيا كان مباراه عالميه. احنا زمان يا كريم ويا نهوان كنا بنجيب الفرق في مثل ريال مدريد، وكنا بنجيب برشلونه، كنا بنجيب الفرق دي نلعبها وتبقى ماتشات عالميه. ده يعتبر ماتش عالمي بالنسبه للزمالك. ليه؟ لانه جايب فرقه كبيره اللي هي بطل افريقيا اللي هي مطلوبه، وفي نفس الوقت مطلوب ان هو يؤدي عليها مباراه بدون ضغوط عصبيه من اجل اثبات الذات، ويقول ان انا لسه موجود يا جمهوره. طبعا له جمهوره وله ادارته ومعاه مدرب برضه محترم، لكن فرقه النادي الاهلي فيها اصبح النضج الكروي موجود عند مجموعه اللعيبه اللي هو بيختار منهم كولر اللعيبه. خلاص وصلت النضج الكروي، نضجوا من جهه ايه؟ بدنيا مكتملين، فنيا نضجوا، خططيا استوعبوا فكر الرجل، مهاريا زادت المهاره عندهم طب. واستغلال المهاره لصالح المجموعه طب. ان كل واحد عنده مهارته بيلعب في المكان ده، لكن بيلعب في المكان ده باسلوبه، لكن تحت اطار واحد اللي طب. هو الشكل العام اللي بيلعب بيه كولر. طب انا عايز اسالك برضو كابتن فتحي على الروتيشن اللي بيحصل مع كولر حاليا، مقارنه برضو بالجيل بتاع حضرتك، بتشوفه ايجابي ولا سلبي؟ ساعد على استعاده القوه البدنيه والتركيز للعيبه ولا لا؟ وهل كان بيحصل بالكم ده برضو وقت ماتشات زمان؟ لا لا، زمان اولا ما كانش بيحصل الكلام ده، لان ما فيش ماتشات كتير زي دلوقتي، فمش بتحتاجوا للروتيشن يعني أصلاً. الروتيشن ما بيبقاش يعني الروتيشن لسوء المستوى، اما او لفكره معينه الفرقه اللي قدامي هتلعب زون فهتبقى مقفله جامد، فانا محتاج للعيب المهاري، من اللعيب اللي بيلعب بدماغه عشان في الاوفرات، اللعيب اللي بيشوط عشان يسدد. لا، ده الفرقه اللي قدامي بتلعب مفتوح، جيم مفتوح، وتضغط،
يبقى محتاج للراجل المهاجم السريع اللي انا بلعب. فالتغيير للتغيير خططي لغرض حاجه في اسلوب اللعب بتاع المباراه، لان زمان انت كنت بتلعب مباراه واحده في الاسبوع ما بتزيدش، يمكن لو زادت مره، لكن عاده كان زمان كانوا 12 فرقه زمان، وبعدين زادت بقى 14، فاذا على طول الموسم. وبعدين ما كانش فيه كم البطولات اللي الاهلي طبع. انت بتقول خمس بطولات النادي الاهلي فاز بيهم، طب الخمسه دولت اذا بطوله، اذا خمس حاجات مشاركات مختلفه بدوافع مختلفه باساليب لعب مختلفه بتفوز بيهم كلهم، كمان بملاعب مختلفه باجواء مختلفه كل التغييرات الحاجات الكتير دي تربك اي حاجه، تربك اي جهاز عصبي عضلي موجود للبني ادم للبشر، فان هو ينجح في انه يعمل التكيف يعني. التكيف او البالانس يعني كده الادابتيشن عليها والشغل ده طبعا عايزه يعني ايد جراح ان هو يقدر يحدد بالظبط ايه اللي هو عايزه. على اساس كده انت دلوقتي عندك مجموعه لعيبه تقولي هيختار مين، خلاص هو شايف ان هيختار اللي هيأدي له لهذه المباراه بناء على الفرقه الثانيه بتلعب ايه. فانا عندي الاسلحه المتوفره. الحقيقه في الفتره الاخيره من ضمن الحاجات اللي كلنا واخدين بالنا منها ان ايا كان المنافس مين وايا كانت البطوله اللي الاهلي بيلعب المنافس فيها، بتحس ان الاهلي حتى ولو مش من البدايه قوي بس في مرحله مبكره نسبيا من احداث اللقاء ايا كان اي يعني بين الاهلي ومين، ان الاهلي بيفرض اسلوبه. ففكره فرض الاسلوب والاستدامه في فرض الاسلوب معناها بس ان اللعيبه بتوع النادي الاهلي تقال، ولا كمان معناها ان كولر دارس كل المنافسين كويس قوي حتى في الفترات الزمنيه القصيره اللي ساعات يعني بتبقى متاحه ليه قبل كل لقاء من دول؟ هي دي طبعا كل الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه مظبوط. بناء على ايه؟ انا قلت كلمه النضج، الكره النضج في كل حاجه. اللعيبه بقوا مجهزين انهم يلعبوا باي اسلوب وباي طريقه وباي فكر. فانا لما بلعب ضاغط مثلا على سبيل المثال زي ماتش الاتحاد تلت ساعه ضغط ضغط هدفين، الضغط ده عايز لياقه بدنيه عاليه وعايز ترابط بين اللعيبه، لان الضغط ما بيحصلش من لاعب واحد أكيد. لازم الفرقه كلها تضغط وعايز اذا اللياقه. وصلت ان انا سجلت هدفين ابدا اغير تاني، بيقولوا الاهلي ايه ده بقى استرخاء، مش استرخاء، هو بيريح نفسه، حقق الهدف من المباراه. مباراه تكسب ولا تلعب، يعني خلاص احنا كسبنا مش عايز بقى مش عايز ده بقى. مصطلح قديم بقى، لان احنا كنا بنقول دي مصطلحات جديده، ده موجود من زمان يعني دلوقتي، بس زمان بقى ما كانش يتقال قوي زمان، ما كانوش بيقولوها اعتقد تكسب ولا تلعب وتلعب ولا تكسب والكلام ده ما كان. لكن المدرب بقى يقول ايه، خلاص حافظوا على نفسكم مش عايزين اصابات، مش عايزين انذارات، مش عايزين فاولات، مش عاوزين اي حاجه كده، المجهود ما تستنفذوهوش، المجهود الذهني اهدوا بيه، العب بالريتم التاني. زي انت مثلا ماشي بتسوق عربيه وعايز تخش في سبق للمسافه معنا، مشيت وعديت المسافه، بعد كده خلاص انت وصلت للنقطه المعينه وهتكمل، كمل بقى نزل على الهادي تاني على الهادي انك انت هتوصل. كابتن فتحي، بمناسبه حضرتك بتتكلم عن الاصابات، كان معانا امبارح فقره تحديدا عن الاصابات ومدرب الاحمال والملف ده. يعني هل كان زمان حجم الاصابات زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، رغم ان احنا دلوقتي عندنا مميزات ما كانتش وقت حضراتكم اللي هي فكره التكنولوجيا والطب الحديث وغيره، يعني رغم ده برضو احنا الاجيال الجديده لا تسلم من الاصابات والاصابات الكثيره، هل ده كان زمان برضو موجود؟ لا ما كانش في اصابات. وايه السبب برضو؟ كم الاصابات دي ما كانش متواجده في زماننا الاجيال القديمه والاجيال القديمه واللي بيلعبوا. انا كنت يعني مثلا لما بدرب كنت بسال هاتولي لاعب حصل منه اصابه عضليه نتيجه شد او تجمع او الا الاصابات القدريه، ودي برضو كانت قليله جدا لان اللعيبه كانت بتحافظ على بعضها. يعني كانت الالتحامات زمان اقل من دلوقتي مثلا؟ الالتحامات لان طرق اللعب زمان كانت مفتوحه، لما مفتوحه فالمساحات خاليه فالمساحات الكبيرة فما فيش أي التحامات كتيرة. في نفس الوقت غير الالتحامات إن اللعيبة كانت بتحافظ على نفسها، النوم صح،
التغذية صح، التدريب صح، كل ده كان بيساعد برضو على ان اللعيبة ما تصابش. دايما نقول الإصابات دلوقتي كترت ليه؟ لأن كتر عدد الماتشات، كترت عدد المباريات، كترت الضغوط والأهداف لكل مباراة. كل ده أنت مش بتتعامل مع بني آدم، أنت بتتعامل مع جهاز عصبي، والجهاز العصبي ده اللي أنت بتضغطه ويقول لك أصله متنرفز النهارده، أنت بيكلمك بس اهدى. الناحية العصبية دي هي الجهاز العضلي لا يمكن يعمل إلا بجهاز عصبي، والجهاز العصبي مرتبط بالمخ. فإذا المخ لما بيتحرك ويبقى عليه ضغوط كتير، الجهاز العصبي لما يتعب تحصل إصابة. يحصل إيه؟ إن أنا رجلي هحطها فاللعب بيشوط، لو أنا الجهاز العصبي سلمي الإشارة تجيلي سريعة هشيل رجلي عشان ما اتعورش، أو أنا جاي أشوط ولقيت واحد قدامي، لو انا جهاز العصبي سليم هغير قراري بسرعه، ما بغيرش بشوط لاقي رجله في رجله. كل الحاجات دي او يعني اسلوب الحياه دلوقتي مع المباريات غير اسلوب الحياه صحيح. زمان مع المباريات. التغذيه زمان غير، النوم غير، الصحه غير، الحاجات دي كلها. طيب كابتن فتحي هنروح بس المداخلة مهمة جدا. معنا سيادة العميد محمود القاضي مسؤول الشركة الإفريقية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك، ومهم جدا نتكلم ونعرف من حضرتك سيادة العميد صباح الخير في البداية طبعا عن الترتيبات الخاصة بدخول وحضور المباراة والتوقيتات وغيره وغيره يا فندم. تفضل سيادة العميد. استاذ نهاوند صباح الخير، واستاذ كريم صباح الخير، وصباح الخير على الكابتن فتحي مصير. ان شاء الله النهارده يعني مباراه القمه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، طبعا الكلاسيكو الكره المصريه اللي كل محبين الرياضه سواء في مصر او في الوطن العربي بيتابعوها. ان شاء الله المباراه ستقام على استاد القاهره الدولي في تمام الثامنه والنص يوم الخميس باكر. بالنسبة لأعداد الجماهير المنتظر حضورها طبقا طبعا لتعليمات رابطة الأندية، هي مباراة دوري فالجماهير 6000 مشجع، بتبقى 3000 لكل فريق. طبعا جماهير النادي الأهلي متواجدة في مدرج الدرجة الثالثة يسار، وجماهير النادي الزمالك متواجدة في مدرج الدرجة الثالثة يمين. الأبواب المخصصة لدخول الجماهير، النادي الأهلي من باب صلاح سالم، وجماهير الزمالك من باب النصر. إن شاء الله المباراة هتقام في الثامنة والنصف، فتح الأبواب واستقبال الجماهير اعتبارا من الساعة الرابعة. ممكن الضيوف وأعضاء مجالس الإدارات واتحاد الكورة والرابطة هيدخلوا من باب آل رشدان ومنه إلى المحصورة الرئيسية. بالنسبة للصحفيين والإعلاميين هيدخلوا من باب الفروسية المطلة على نادي الزهور، ومن خلال نفس الباب هيدخل اللاعبين والحكام. ممكن نتكلم على قائمة المحظورات أو الممنوعات صحيح. لتنشيط ذاكرة الجماهير، يعني طبعا الموضوع ده بقى في محفوظ بقى او في وعي صحيح محفوظ، ولكن يعني للتذكره احنا بنأكد على ممنوع الشماريخ، ممنوع المعلبات المحفوظ فيها الأغذية، ممنوع الشعارات واللافتات المسيئه، ممنوع الليزر، ممنوع الشواحن. لسه سياده العميد يا انت كنت سالتي في الحلقه اللي فاتت، هل لسه مش عارف بقى الاجابه وصلتك ولا لا؟ هو لسه ممنوع شحن التليفون. طب الباور بانك حتى الشواحن والباور بانك والاسلاك الموصله ليها طبعا دي ممنوعه حفاظا على سلامه الجماهير. وبرضه بناكد طبعا ان بقت الجماهير عندها وعي بالممنوع والمسموح، ولكن في برضه مازال جزء من الجماهير بيجي معاه بعض المخالفات دي كنوع من عدم الدرايه، يعني في ناس برضو مش متابعه القنوات التلفزيونيه او حاجه، فاحنا بناكد تاني ان الحاجات دي ممنوعه وما تصطحبهاش معاك لان مش هتدخل بيها. في نقط فرز على الابواب يعني مخصصه للانسات والسيدات، وفي حارسات امن مخصصه للتفتيش. دي ببساطه كده يعني الحاجات الاساسيه اللي ممكن تهم جماهير الكوره.
طيب. وان شاء الله المباراه تعدي يعني في اطار الروح الرياضيه، وهي مباراه عاديه في الدوري طبعا. الفائز هنقول له الف مبروك، واللي ما ربنا ما وفقوش هنقول له هارد لك تتعوض في المباراه اللي بعدها. طيب، من ضمن الحاجات اللي حضرتك تفضلت بيها ان الوعي ابتدى يبقى زايد عند الجماهير باستثناء قله قليله، وقلنا يمكن عشان مش عارفين المعلومه نفسها. طب الوعي اللي زاد ده مش المفروض ان ينتج عنه، وخصوصا ان كان في كلام ابتدى يتقال في الفتره الاخيره فيما يتعلق بمساله الزياده النسبيه في اعداد الجماهير اللي تحضر؟ يعني دي ان شاء الله انا يعني متابعتنا للمؤتمر للحفله والمؤتمر الصحفي اللي كان اقام بمناسبه الموسم الجديد، كان السيد رئيس رابطه الانديه كان وعد ان يبقى في زياده في الجماهير. على ارض الواقع الوعي اللي حضرتك بتتكلم عليه هو ده اللي بيساعد المسؤولين ان هم ياخدوا الخطوه دي. يعني القرارات ما بتبقاش قرارات احاديه من جانب المسؤول فقط، ولكن المنظومه بالكامل هي اللي بتساعده ان هو ياخد مثل هذه القرارات. المنع التام للجماهير لمده تجاوزت 5 سنين مش بالسهل ان انت مره واحده ترجع جماهير تاني ويحصل لا قدر الله اصابات او وفيات، فالقرار فيها بيبقى صعب لان ده مرتبط بارواح بني ادمين ومرتبط بسمعه الدوله. والرياضه دلوقتي اصبحت دبلوماسيه، يعني خبر ان في تدافع او لا قدر الله في اي حاجه في ملعب، الخبر ده بيتحط على قائمه الاخبار في كل دول العالم، كل وكالات الانباء بتنقل ان لا قدر الله حصل حاجه. يعني الرياضه وخصوصا كره القدم يعني دي من الحاجات اللي كل الدنيا بتتابعها وبتحطها في اولويتها. لذلك يعني احنا مستبشرين خير ان شاء الله في الموسم الجديد ان المسؤولين ينجحوا في زياده الاعداد نظرا لزياده الوعي لدى الجماهير ونجاح المسؤولين عن التنظيم والتامين في الخروج بالمباريات دي لبر الامان. وحصل ان يعني في اكثر من مناسبه كان فيها اختبار حقيقي سواء كان للجماهير او المسؤولين عن اداره وتنظيم المباريات، ونجحت هذه المواعيد زي مباريات الاهلي في البطوله الافريقيه سواء كان مع الوداد او الترجي او الهلال، كلها مباريات كانت كامل القوه وخرجت على الوجه اللي يليق بسمعه الكره المصريه واظهرت الوجه الحقيقي للوعي. هو الحقيقه في هذا الاطار يا سياده العميد برضو كلمه حق لازم تتقال، ان في اشادات واسعه الفتره الاخيره اتقالت عن كل العاملين في وكل التابعين للشركه الافريقيه فيما يتعلق بمساله حسن التنظيم وحسن التعامل مع الجمهور كمان، فدي يعني كلمه حق لازم تتقال. يعني طبعا شكرا لحضرتك على هذه الاشاده. ده اقرار لواقع على فكره مش مجامله، يعني بننقل لك يعني رؤى ناس كتير للشركه وللخدمات اللي انتم بتقدموها، الحقيقه مشكورين عليها. يعني احنا بنسعى في ان احنا كمان نطور. يعني على طول انا بقول لحضرتك ان في منظومه عمل شغاله في الشركه الافريقيه، احنا بعد كل مباراه بيبقى في اجتماعات مستمره وفي مجموعه عمل بتعمل على تلافي الملاحظات، و يعني في خليه شغاله للخروج المباريات دي بالشكل ده. يعني النجاح ده ما بياتيش من فراغ، في مجهود كتير قوي الناس ورا الكواليس، مش بس ان المسؤول بيطلع يتكلم في الشاشات والتلفزيون بس، ده في مجموعه عمل متخصصه سواء كانت من الاتش ار اللي بتنتقي، سواء كان التدريب اللي بيدرب الناس على الثبات الانفعالي وان هو يقدر يتعامل، الناس اللي هي بتاعه العمليات المختصه في ان هي تتابع الماتش وترصد السلبيات والايجابيات عشان نقدر كل ماتش بنزيد عن الماتش اللي قبله ويظهر الشكل الحضاري بإذن اللي حضرتك بتتكلم فيه باذن الله. سياده العميد ونشوف حضرتك بكره باذن الله في المباراه ان شاء الله. شكرك سياده العميد، توفيق للفريقين وان شاء الله المباراه. يعني اخر حاجه احنا بنوصي الجماهير ان الالتزام بالروح الرياضيه، الالتزام بالتشجيع، عدم الخروج عن النص. هي في الاخر مباراه، النادي الزمالك كسب الدوري السنه اللي فاتت والناس كلها باركت، الدوري السنه دي الاهلي كسبه، ودي رياضه فيها مكسب وخساره مش نهايه الكون. احنا ماتش الكوره بالنسبه لنا دي الحاجه المتنفس للشعب المصري ان هو بيفرح بيها واحيانا بيحزن فيها، فده مباراه. انا بنقول للجماهير ده مش نهايه الكون، مش معنى ان الاهلي اخذ الدوري ان جماهير الزمالك تبقى زعلانه. طب ما هو الزمالك اخذ الدوري السنه اللي فاتت. صحيح، لازم نلتزم بالروح الرياضيه وما ننطقش وراء ان احنا مثلا حد يكون عنده انفعالات زياده او حاجه زياده.
ده رياضه في الاول وفي الاخر، ومصدر فرحه وبهجه للشعب صحيح. المصري، فرحه وبهجه ببلاش يعني صحيح. احنا بنتبسط ببلاش من غير ما تكلفنا حاجه صحيح. فان شاء الله المباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه. سيادة العميد نشكرك جدا، أكيد أنا وكريم وعلى هذه المداخلة، سيادة العميد محمود القاضي، والمعلومات أكيد المهمة واللي نكون مهتمين كمان إن احنا نأكد عليها قبل كل مباراة علشان السادة برضو المتابعين دلوقتي يكونوا عندهم كل المعلومات المهمة. وهختم بس الكلام أو هقول جزئية على الجزء الأخير اللي اتكلم فيه سيادة العميد، هو في وعي كبير جدا من قبل الجماهير المصرية بصراحة، لازم نشيد ليها، ويمكن ده اللي دفع رابطة الأندية في المؤتمر الصحفي يعني تتحدث بعودة الجماهير بالعدد الكامل أو بكامل العدد في الفترات القادمة. أنا لو هقارن كمان، ولو أنتوا تتفقوا معايا برضو هو كابتن فتحي، اللي بيحصل عندنا في الاستاد مقارنة باللي بيحصل في الاستادات في أوروبا، لا إحنا أفضل بكتير، الوعي عندنا أفضل بكتير. معلش الهتافات العنصرية والمشاهد العنصرية والأعمال بتاعت العنف اللي إحنا شفناها وشهدناها الموسم اللي فات أو الموسم اللي لسه خلصان، يعني الموسم اللي انتهى، كانت مقارنة بمصر لا تقارن اصلا. فلا احنا عندنا كم من الوعي دلوقتي، حتى شواحن الموبايلات في حين ان كان في لقاء يعني. ما شفنا واحد يعني من الجمهور داخل بمنشار كهربائي وصلت لمرحله فكره الشاطئ. انا بحب اكد على معقوله الشاحن كمان مش هناخده، الشاحن مش هناخده. فيعني لا، في التزام وفي وعي كبير بصراحه، الحق يقال لا يعني. في الحقيقه والناس يعني هي كره القدم للاستمتاع يعني انت رايح تستمتع، زي اللي بيحب المسرح بيروح يتفرج على المسرحيه بيروح اللي بيروح يتفرج على الفيلم يشوف فيلم، فانت رايح تستمتع بهذه المباراه، مش في تفكيرك بقى السب والقصف والاهانات للغير او للنفس او للزميل او للجار اي حاجه. فالحمد لله ان شاء الله مصر في طريق مصر الجديده في الطريق ان شاء الله. فكره حضرتك بكره ان شاء الله، طبعا كالعاده هنرجع ونقول ان الماتشات اللي بتجمع بين الاهلي والزمالك بيبقى لها خصوصيه شديده وبعيده عن اي حسابات، تمام؟ أكيد أكيد. تعتقد ان بكره الزمالك هيقفل خطوط ويعتمد على الهجمات المرتده، ولا بالعكس هيبقى بيهاجم بكل ما استطاع من قوه من الدقيقه الاولى لاثبات الذات، لمحاوله تغيير انطباع معين متاخد؟ هو مدربه مش صغير، مدربه مدرب كويس طبعا، ومدرب من مصنفين. فاذا هو هيتعامل وحاسس ان كولر قدامه، عارف ان دي بيعامل مع دماغ يعني كولر ده دماغ طبعا. عارف بيتعامل ازاي مع الفرق اللي قدامه، عارف ازاي بيتعامل مع فرقته، ولعب في المناسبات الكبيره ولعب في مباريات كبيره. يعني النادي الاهلي بقى عنده ميزه في اللعب مع فرق كبيره طبعا. قمم يعني نهائيات في افريقيا، مباريات في كاس العالم، تصفيات، مباراه حاسمه زي طبعا. بتحدد بطولات، بتحدد وصولنا لفين. كل الخبرات التراكميه اللي اللعيبه اكتسبوها واللي المدرب برضه عرفها في افريقيا، لان هو لما جه كان في اول ما جه ما كانش لسه لم يدرس مش يدرس ما كانش يعرف بالظبط ايه الكره الافريقيه. يعرف كره افريقيه لكن ما عرفهاش ودخائلها ومخارجها وكده. لما عرف وظبط نفسه عرف ان هو بقى على التراك الصح وقدر يعني يعمل. هو هيبقى برضو السؤال ده بيقول ان في اتنين مدربين بيلعبوا بعض زي الشطرنج، هيتلاعبوا ازاي باسلوب اللعب، بطريقه اللعب، بخطه اللعب، بانتقاء اللاعبين اللي هينزلهم، بتقسيم المباراه، هيبدا ازاي، هينهي ازاي. دي اتنين مع بعض، الكره الكولومبيه مع الكره الاوروبيه اللي بيمثلها كولر. فاذا هتحس ان في مباراه الناس هتستمتع بيها اكيد، لان كل واحد عنده فرق ادواته اللي بيقدر ينتج بيها، مع وجود ان كولر انتصاراته في البطولات السابقه والمباريات الفاصلة والمباريات الحاسمة دي ادت للفرقة قناعة بشغل الراجل اللي هو بيتكلم معهم، وادتهم قناعة بانهم ازاي يبقى عندهم ثقة في الله وفي انفسهم
انهم الصبر هيوصلهم في النهايه للمكسب ان شاء الله. الدوافع عند الزمالك ربما البعض تحدث عنها، وانا قريت بعض ما كتب يعني في السوشيال ميديا وفي تويتر وبعض الصحف الالكترونيه، تحدثوا عن نقطه كومن يعني كانت مشتركه، وهي فكره ان الدوافع عند الزمالك هذه المباراه تحديدا، هذه القمه تحديدا مختلفه تماما، ربما من ناحيه كمان الروح المعنويه، لان هو داخل بيلاعب الاهلي على مباراه ولكن هي محسومه، يعني البطوله خلاص تم حسمها بالزبط. ففي فوارق، يعني المباراه دي مش هتبقى زي كل مباريات القمه المعهوده، في اختلاف، فبرضه ده ازاي حضرتك بتفسره من وجهه نظرك او خبرتك، وازاي ممكن يؤثر على سير المباراه؟ اكيد لا، هو هيلعب هذه المباراه وهدفه واحد، عنده دافع واحد يفوز وخلاص، انه يفوز المباراه يبقى انا فزت على بطل افريقيا. الاهلي ما بيتعاملش على انه بطل الدوري حتى عشان يبقى فيها ترضيه للجمهور، لجمهوره والمحبيه وكده، يعني مش هيبص على ان انا بلاعب النادي الاهلي في الدوري المصري عشان بطوله الدوري. لا، ده انا حاطط هدف اسمى عنده ان ده بطل افريقيا، فانا ازاي اتفوق على بطل افريقيا. وممكن كمان يكون بيفكر ان انا مش الدوري راح، انا لو فزت في المباراه دي يبقى كاني خدت الدوري، ممكن يعني جدا في دماغه، لكن ما هو افريقيا هتبقى اعلى من الدوري، يعني هي كلها معنويه بحته. بالظبط، فاهم انه عليه ضغوط مش سهله. ليه مش سهله؟ ان ازاي البطل بيلعب بلغه البطل، بيلعب بثقافه البطل، بيلعب بامكانيات البطل، بيلعب بامكانيات مش البطل المحلي، ما هو الدوري بطل محلي وافريقيا، يبقى على مستوى افريقيا والشرق الاوسط الفرق دي كلها، اذا هو بيلعب بس ده مش حاجه جديده، يعني هو مش متفاجئ، يعني ما هو الاهلي على طول عمره كده، ما هو بس بيلعب يعني دافع موجود، يعني لا، الدوافع لهذه المباراه لها خصوصيه خاصه حتى عند كل، انه لازم يكمل الموسم، واللعيبه عندها تركيز عالي جدا 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 انهم يكملوا الموسم في حركات تانية بدون هزيمه، بدون لسه كنت عايزه اسالك والله يا كابتن يعني فتحي، الكلين شيت اللي عندنا ده وبلا هزيمه ده، يعني ده فعلا موسم استثنائي بالمعنى الحرفي، يعني ما هو ده دوافع، كل دي دوافع لصالح النادي الاهلي، انه هو ازاي يدافع على انه مرماه ما يتمناش بهدف، ازاي يدافع عن انه بيكسب على طول، ازاي يدافع عن بطولاته اللي هو واخدها، ازاي يدافع عن الوصول اللي هو وصله على مستوى القاره ل كبطل افريقيا. الخماسيه بقى، على ذكر البطولات، الخماسيه اللي اتحققت مع كولر في غضون سنه دي لوحدها برضو تستحق التامل الحكايه لا دي. هو يعني بيرد، هو بيقول لك انا اتغلبت خمسه فانا جبت لكم خمس بطولات، فاللي هو من سان داونز لما اتغلب خمسه والناس قعدت يعني تهاجمه وهو ما كانش لسه يدرس، يعني ما درس وتعمقش في اسلوب لعب الكره الافريقيه قوي، فتغلب خمسه فهو جاب لك خمس بطولات. ايوه، الخمس دول ممكن برضه يعني فبقول لكم انا جبت لكم خلاص، على كل هدف جبت لك بطوله، ففي خمس اهداف، لكن البطوله دي بقى اللي بتكمل ان شاء الله. طيب انا معلش كنت بتاب وعايزه بتحصل مهم. عندي سؤال مهم جدا واتكلمت فيها انا وكريم في الانترو كابتن فتحي، وكان مقترح هروح شويه للمنتخبات بقى سريعا. كنا بنقول المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، ليه ما يبقاش في شراكه ما بين يعني فيتوريا وميكالي، ان احنا ندي فرصه للمنتخب الاولمبي يشارك في وديات وغيره مع المنتخب الاول، وربما ده بيعطيهم فرصه ان هم يبقى عندهم من الخبرات اللي تسمح لهم بعد كده نبقى شويه احنا كجماهير مطمنين في القادم ليهم من مباريات، طبعا ان لسه اللي جاي اصعب بكتير من اللي عدى يعني. فليه مقترح زي ده ما بيحصلش، خصوصا ان احنا عندنا ازمه ان مش كل يعني تقريبا مش الفريق او المنتخب كله الاولمبي ما هو ما بيشاركش بشكل اساسي حتى وان كان محسوب على الفريق الاول في الفرق المختلفه، فحلها كده ممكن يكون ولا ايه؟ لا يعني انت قصدك ان يشارك معاه يعني ياخد لعيبه منه او كده ولا ايه؟ يشاركوا معاهم مع المنتخب الاول في وديات على الاقل، يعني يكتسبوا خبرات، يعني ياخد لعيبه من المنتخب الاولمبي بالظبط، يتم الاتفاق ما بينهم. لا ما هو بيحصل كده، بيحصل فين؟ طب عايزين نعرف. بيحصل باستثناء ان هي دلوقتي المنتخب الاولمبي في بطوله، والبطوله محدده بسن، يعني ما يقدرش ياخد اكتر من 23 سنه العمريه دي، فهو عايز يعمل التآلف والتوافق بينهم
في موجود على المباريات الرسميه، فهو عشان كده هو مركز قوي ان في المجموعه اللي هو مختارها دي يقدر ان هو يلعب مباريات. اما فيتوريا ما بياخد واخد لعيبه يعني ابراهيم علي ما هو برضه في منتخب اول وبياخده معاه وفي لعيبه كتير موجوده. انا عايزه كم اكبر كم يتم ترشيحها، ده اللي انا بقوله. هو عشان ومش واحد او اثنين يا كابتن فتحي، المنتخب الاولمبي محتاج لخبرات، خلينا نبقى يعني واقعيين شويه. المنتخب الاولمبي بتاعنا وان كان هو من الفرق الاولى او من الفريق الاول للانديه لكن ما عندوش من الخبرات لانه ما بيشاركش بشكل اساسي، ففي نقص خبرات على عكس المنتخبات الاولمبيه اللي في الدول الاخرى. ده واقع ولا انا بتكلم غلط؟ لا ده واقع. هقول لك الصح اكتر بقى. فضل. وكلامك سؤال يعني فعلا. احنا المنتخب الاولمبي تسجل 23 لاعب في البطوله دي، ولعبنا المباراه النهائيه مع مين؟ مع المغرب. المغرب بتسجل 23 لاعب. المغرب عندها 20 لاعب من ال 23 في الدوري الاوروبي. طب محترفين. فارق كبير. 20 وثلاثه في الدوري المحلي. طب احنا بشكل اساسي يعني اساسي احنا في الدوري المصري ثلاثه في الدوري المحلي و20 ما بيلعبوش في الدوري المحلي. بالظبط بالظبط. نسبه صحيح. صعبه جدا. يعني عندك حق. انا جبتها لحضرتك حضرتك بلغه الارقام اهو بالاعداد يعني دي ما فيهاش يعني بترجم حضرتك. اذا ال 20 لاعب دول لك تقول لي طب انت ازاي وصلنا ووصلنا للمباراه النهائيه رغم هذه الفوارق في الخبرات؟ الروح القتاليه. طب وهي الروح القتاليه دي مش هعتمد عليها على طول يعني. الروح القتاليه هي اللي دوبت الفارق بيننا وبين لاعيبه المغرب اللي هم بيلعبوا في الدوري الاوروبي. الحاجه الاكيده يعني ان احنا في شويه حاجات محتاج يعاد النظر فيها فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي، وان كان الحقيقه برضو احنا اللي لما تابعناه وجدنا ما يسرنا في ضوء المتاح. بالظبط يعني يعني كتر خير الدنيا على كده والحمد لله. لا لا نعدي بقى مرحله المتاح يا كريم يعني. نتمنى بصراحه وصلوا يعني قصدي اقول لك ان هواند ان هم حققوا الهدف المنشود من البدايه فكره التاهل للاولمبياد ونبني على كده بقى ان شاء الله فيما هو قادم باذن أكيد الله. اكيد ان شاء الله. احنا بنشكرك يا كابتن فتحي نورتنا. متشكرين يا كابتن كريم. متشكرين كابتن هواند. انا اخذت اللقب ده هنا في قناه الاهلي والله. نورتنا على البوابات حتى بره كابتن هواند. نورتنا كابتن فتحي وان شاء الله كالعاده وشك يبقى حلو على الاهلي إن شاء الله. وبكره تكون مباراه تكسب وتلعب الاثنين ان شاء الله. هنستمتع بكره المباراه وربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله. بطل افريقيا وبطل مصر. طبعا كالعاده. هنروح فاصل مع حضراتكم ونرجع للفقره الاخيره وهينورنا زميلنا العزيز جدا يعني احمد رشاد وكان منورنا قبل كده في فقره وهنتكلم عن الالعاب الاخرى ومحضر لنا كمان يعني كواليس كتيره جدا وحصريات. خليكم معانا. الموسم ده يعني في العاب الصالات تحديدا في النادي الاهلي شهد يعني حصد العديد من البطولات وكان موسم فعلا استثنائي بعدد البطولات في الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه. هنتكلم في كل ده بس خلينا في البدايه نرحب بضيفنا العزيز احمد رشاد الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير يا نهاوند وصباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك. صباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وسعيد ان انا اكون معاكم لتاني مره. احنا اللي سعداء بوجودك معانا رشاد ومتعشمين بقى نعرف منك كل التفاصيل المتعلقه بالموسم الاستثنائي ده على كل الاصعده فيما يتعلق بمساله العاب الصالات. خلينا نبتدي معاك برجال يد النادي الاهلي. موسم أكيد. استثنائي بالمعنى الحرفي، دوري وكاس وسوبر افريقي. اكيد طبعا هو موسم استثنائي زي ما حضرتك قلت يا استاذ كريم وموسم تاريخي بالنسبه لي بصراحه وبالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. لكن عايز بس ابارك للنادي الاهلي تتويجه ببطوله الدوري للمره 43 وان الدوري رجع بيته تاني. طبعا كره اليد رجال يعني الفريق بدا موسم صعب وموسم قوي. كل جماهير النادي الاهلي كانت بتفكر وبتقول ان ممكن كره اليد عشان حصل طبعا ذبذبه او حصل تمام ايه تراجع في المستوى في بدايه الموسم، لكن الحمد لله قدر النادي الاهلي يقدم مستوى رائع، قدر يقدم مستوى قوي. دخل دوري وكاس رجال وسيدات. تمام زي حضرتك زي ما انت بتقول النادي الاهلي دعم الفرقه، النادي الاهلي جه مدير فني جديد قدر ان هو يقعد مع اللعيبه، قدر ان هو يتكلم مع اللعيبه، قدر النادي الاهلي بعد موسم صعب وقوي ان هو يحقق الدوري ويحقق كاس مصر ويحقق السوبر الافريقي وكان قادر ان هو يحقق البطوله الرابعه، لكن بقى عدم التوفيق ما خدناش البطوله، لكن الحمد لله النادي الاهلي تاهل لبطوله العالم للانديه. بصراحه موسم رائع لكره اليد سواء كره اليد رجال او كره اليد سيدات اللي هنتكلم فيه. بصراحه النادي الاهلي بيعمل طفره
كبيرة جدا في النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة تحت قيادة طبعا كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بدعم من مجلس إدارة النادي الأهلي اللي أنا بشكره على التخطيط الرائع لكل الألعاب الجماعية من بداية الموسم. التألق يا رشاد دايما بيكون وراه قصة نجاح وتركيز وشغل على الأرض وغيره. خلينا برضو نقارن هذا الموسم الاستثنائي بالموسم اللي فات اللي هو لم يكن برضو يعني سيء أبدا، بالعكس في الأرقام، لكن الموسم ده مختلف. فإيه اللي حصل بقى؟ إيه الكواليس بقى اللي أنا عايز أعرفها منك، عايزين نعرف سادة دلوقتي المشاهدين اللي حصلت على الأرض عشان توصل لي النتائج المختلفة والمحترمة جدا اللي وصل لحد دلوقتي اللي وصل ليها النادي الأهلي؟ أكيد زي ما أنا اتكلمت وقلت، التخطيط الناجح من مجلس إدارة النادي الأهلي من بداية الموسم كان النادي مجلس إدارة النادي الأهلي مصمم إن هو يقدم موسم رائع في كل الألعاب سواء في كرة القدم أو في الألعاب الجماعية. بدأ أن يحصل تدعيم لكل الفرق، بنشوف صفقات موجودة في النادي الأهلي، بنشوف مديرين فنيين على أعلى مستوى. الحاجة المهمة اللي أنا عايز أتكلم عليها أكتر أن إحنا بقينا بنشوف في النادي الأهلي زي ما بنشوف في أندية العالم. النادي الأهلي دلوقتي موجود فيه مواهب شابة، الاعتماد على المواهب الشابة وده شيء مميز جدا للنادي الأهلي. شفنا طبعا مودي الجرحي في كرة السلة، في قطاع كرة السلة، وكرة السلة بصراحة بيحقق برضو موسم تاريخي سواء على مستوى الناشئين والناشئات ومستوى الفريق الأول. والاعتماد على المواهب الشابة دي إدى روح للنادي الأهلي، إدى أن احنا بنشوف دلوقتي مواهب شابة موجودة. النادي الأهلي بيعتمد على ولاده في كل القطاعات، قطاعات الناشئين المختلفة. أكيد أكيد، وإن شاء الله بإذن الله اللي أنا عايز أقوله لكم برضو والحاجة المهمة جدا إن احنا هنشوف الفترة اللي جاية برضو مواهب شابة تانية موجودة. يعني غادة حسام هنشوفها في قطاع اليد، نهلة سامح هنشوفها في كرة الطايرة، ونهلة سامح كانت لسه معتزلة ومن أساطير النادي الأهلي. هنشوف برضو عبد اللطيف عثمان في قطاع كرة الطايرة. فبصراحة النادي الأهلي ماشي بخطى ثابتة بنجاح، إن شاء الله بإذن الله هنشوف برضو موسم استثنائي الموسم اللي جاي زي الموسم اللي حصل الفترة الماضية. طيب نقدر نقول إن الجهاز الفني، هرجع بيك مرة تانية لرجال يد النادي الأهلي تحديدا، نقدر نقول إن كان في تأقلم سريع قوي بين الجهاز الفني وبين اللعيبة وبين النادي بشكل عام، بدليل إن نتج عنه 3 ألقاب. أكيد طبعا، المدير الفني الجديد لما جه وقعد مع اللعيبة اتكلم معاهم، هو كان لعيبة النادي الأهلي لعيبة مميزة بصراحة، عندنا نجوم بصراحة تقدر إن هي تاخد بطولات لفترة قادمة. المدير الفني لما قعد مع اللعيبة اتكلم معاهم، اتعامل معاهم على العامل النفسي، اتكلم معاهم إن النادي الأهلي نادي كبير، النادي الأهلي نادي بطولات وجماهيره كلها ما بترضاش غير بالفوز وبالبطولات. فدي الحتة والروح ما بين اللعيبة بصراحة إدى الثقة للعيبة، وده اللي شفنا نتاجه على مستوى الموسم، إن النادي الأهلي بيحقق 3 بطولات، كان قادر إن هو يحقق البطولة الرابعة، لكن عدم التوفيق زي ما قلت هو اللي خلانا خسرنا البطولة، لكن مكملين وعندنا كاس عالم للانديه. النادي الاهلي بيشارك طبعا للمره الثانيه على التوالي في كاس العالم للانديه، اكيد ان شاء الله باذن الله هنشوف مستوى طيب، والنادي الاهلي يقدر يحقق مستوى طيب في البطوله باذن الله. احنا يمكن هنشوف التتويج دلوقتي، ودي لحظه من اللحظات اللي كلنا بنسعد بيها طبعا. هو ده السوبر الافريقي، ده مستر ديفيد ديفيز صراحة عمل حالة، عامل شغل محترم، بيتم ذكره كتير بصراحة. مدرب رائع، زي ما هنتكلم برضو عن أجوستي، هما الاثنين أسبان بصراحة، مدرب كبير جدا، وده يمكن من نجاحات النادي الأهلي إن احنا بنشوف مدربين على أعلى مستوى. شابوه بس بصراحة لمجلس إدارة النادي الأهلي. رشاد هرجع تاني للسؤال بتاع الاختلافات اللي على الأرض طبعا اللي تمت من ناحية التدعيمات والاهتمام وغيره، بس برضو في كتير من الأهلاوية بيقول لك طب ما كان في تدعيمات وكان في برضو اهتمام وكان في صفقات بتيجي وكان في دعم مادي وسبونسرز، كل ده كان موجود، بس الطفرة اللي حاصلة هذا الموسم برضو مختلفة. هل هناك، أو هقول شوية أنا، الشق النفسي والروح المعنوية المرتفعة هل ليها دور هذا الموسم أثرت برضو بشكل كبير؟ أكيد طبعا العوامل كلها أثرت، وبرضو عايز أتكلم على نقطة مهمة جدا وهي اختيار مجلس النادي الأهلي للكابتن خالد العوضي، إن هو يكون موجود في قيادة النشاط الرياضي. كابتن خالد العوضي أنا بطلق عليه بصراحة من زمان جدا، من ساعة ما هو مسك النشاط الرياضي بقول عليه مسؤول بدرجة مشجع. كابتن خالد العوضي بنشوفه موجود في المدرجات، بيشجع مع الجماهير، بيروح للعيبة، بيقعد معاهم حتى لو
في مباراة خسرناها لا قدر الله، كابتن خالد العوضي بيروح وبيقعد معاهم وبيتكلم واحنا لسه واحنا موجودين، وده الروح اللي خلت النادي الاهلي يتغير واللعيبه بقى عندهم الدافع ان هم يحققوا البطولات، وده اللي شفناه على ارض الواقع. النادي الاهلي الحمد لله محقق بطولات عديده جدا هذا الموسم، يمكن تخطت ال 35 بطوله في كل الالعاب، 22 بطوله في الالعاب الجماعيه، نتيجه غير مسبوقه اصلا. نتيجه فعلا غير مسبوقه، والنادي الاهلي بيشارك، يعني الفريق الوحيد او الفريق اللي في العالم الوحيد اللي بيشارك في او فرقه الجماعيه بتشارك في كاس العالم للانديه، عندنا كره قدم وعندنا سله وعندنا يد، يعني يمكن النادي الوحيد في العالم، وانا بقولها النادي الوحيد في العالم اللي فرقه الجماعيه بتشارك في بطوله العالم للانديه. هو ده اللي بيخلي النادي الاهلي هو سفير مصر في المحافل الدوليه. اكيد طبعا. بالذات في الفتره الاخيره، على فكره ما فيش مره يا رشاد كان معانا حد منورنا في فقره من الفقرات الحواريه وجت سيره العاب الصالات غير لما وقف وكان في قطعيه من الكلام كلها موجهه لنعك او بيتكلم من خلالها عن انعكاسات اداء كابتن خالد العوضي على النجاحات اللي احنا بنتناقش مع ضيوفنا في كل تفاصيلها. واللي كان من ضمنها على فكره برضو استكمالا لكلامنا عن النجاحات في كره السله لوحدها كان في 9 بطولات الموسم ده ما بين رجال وسيدات. فدي برضو يعني اماره جديده على الاقتدار. خليني اقول لك ان مع بدايه الموسم اللي فات تم التعاقد مع الاسباني اجوستي اللي مدرب بصراحه عبقري، شابوه بصراحه لمستر اجوستي اللي عمل حاله وخلى فيه روح للعيبه، اللعيبه عندنا على اعلى مستوى في قطاع السله سواء اللاعبات او اللاعبين، النادي الاهلي بيضم عناصر مميزه جدا، كره السله بتحقق يعني الموسم الاولاني او الموسم اللي قبل اللي فات مع اجوستي 5 بطولات، الموسم الثاني بيحققوا 4 بطولات، كرة السلة بتحقق 5 بطولات، يعني استحواذ كامل على كل البطولات، وكان يعني النادي الأهلي بنشوف طفرة في الفترة الأخيرة في قطاع السلة ولسه مكمل النادي الأهلي. كرة السلة بصراحة قدموا مباريات كبيرة جدا في بطولة أفريقيا، قدر النادي الأهلي إن هو يحقق بطولة أفريقيا بنسختها الجديدة، وقدر إن هو يكون موجود إن شاء الله في كأس العالم للأندية، بصراحة نجاح كبير جدا لقطاع السلة سواء رجال او سيدات. انا بحيي الجهاز الفني وبحيي اللعيبه على المجهود الرائع، ومنتظرين منهم المزيد في الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا عايزك تشرح لنا اكتر على موضوع النادي الاهلي، هو النادي الاوحد عالميا كمان في النقطه كنت بتكلم فيها، عايزه مزيد من التفاصيل يا احمد. مزيد من التفاصيل، النادي الاهلي بيشارك بفرقه الجماعيه، لو اتكلمنا عن برشلونه بيشارك في كره القدم وفي كره اليد وفي كره السله، ما بيشاركش في كرة الطائرة. النادي الأهلي بيشارك في 4 فرق، كرة قدم وكرة يد وكرة سلة وكرة طائرة، كان شارك قبل كده 3 مرات. ريال مدريد بيشارك كرة القدم وكرة السلة، ما عندوش يد ولا طائرة. لو رحنا للنادي المنافس فهو بيشارك كرة يد وكرة سلة وكرة طائرة، لكن ما بيشاركش كرة قدم. يعني انت 4 او ده الاكبر عددا في العالم. فالنادي الاهلي النادي الوحيد في العالم اللي فرقه الجماعيه بتشارك في بطولات العالم لكاس للانديه. مرجعيه ده ايه في رايك؟ يعني ايه اللي مدي للاهلي الدرجه دي من التفرد؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا، اللي انا اتكلمت عنه التخطيط الناجح والطفره الكبيره والدعم اللي شفناه من مجلس إدارة النادي الأهلي لكل الألعاب سواء كرة القدم أو الألعاب الجماعية، هو ده أساس النجاح. الروح اللي موجودة أو روح التيشيرت الأحمر أو الفلينة الحمراء، هو ده الروح اللي موجودة في النادي الأهلي. النادي الأهلي هو قدره أنه هو بيكون دايما موجود على منصات التتويج، النادي الأهلي قدره أنه هو ما بيلعبش غير على الفوز، ما بيلعبش غير على المركز الأول. النادي الأهلي ما بيخشش أي بطولة إلا أنه هو عايز ياخد البطولة دي، وسر كمان نجاح النادي الاهلي ان هو بعد ما بيخلص البطوله ممكن بيحتفل للحظات وبعد كده بيفكر البطوله اللي بعدها. دي يعني المسؤوليه اللي عند اللعيبه في كل الرياضات بصراحه، اللي اول ما بينضم او اسم اي لاعب في اي رياضه إن كانت بتنضم او بيتكتب مع النادي الاهلي هو بيبقى عنده هذه المسؤوليه والصوره اللي انت بتتكلم عنها. اكيد، لان يعني اي لاعب بينضم للنادي الاهلي هو بيبقى عارف ان هو جاي نادي ما بيحبش غير الفوز وما بيحبش غير البطولات، بيبقى بالنسبة له عارف ان النادي الاهلي اضافة كبيرة ليه. صحيح. فهو داخل على حاجة كبيرة جدا، فهو ما قدموش غير ان هو يفوز، لان جماهير النادي الاهلي ما بتقبلش غير بالفوز. صحيح.
انا عايزه كمان اتكلم معاك كده كريم على الالعاب الفرديه، لان برضو على صعيد الالعاب الفرديه النادي الاهلي متالق بشكل كبير، عندك تنس الطاوله، عندك السكواش، مش عايزه انسى رياضه يعني، بس برضو في تطور كبير جدا في الرياضتين دول تحديدا. اكيد النادي الاهلي في الالعاب الفرديه خاصه سواء الكاراتيه او الجمباز او السكواش او تنس الطاوله بيحقق نجاحات، يعني في الكاراتيه بيحقق العديد من الميداليات هذا الموسم، في الجمباز نفس النظام، في السكواش، في تنس الطاوله، تنس الطاوله النادي الاهلي بيحقق الدوري رجال وسيدات. طبعا كان في مسابقه كاس مصر، كاس مصر ما كملتش، لكن النادي الاهلي حامل لقب كاس مصر. كاس مصر ما كملتش لان الاتحاد بيشوف ان مسابقه كاس مصر هي مسابقه مش منتظمه، ففي اوقات من المواسم ما بتكملش. النادي الاهلي واخد دوري رجال وسيدات. في السكواش النادي الاهلي الفتره الاخيره بيضم عناصر مميزه جدا، بقت لعيبه على مستوى العالم، ابرزهم طبعا او على راسهم مصطفى عسل اللي لسه متوج مؤخرا ببطوله العظماء الثمانيه. مصطفى عسل للمره الثالثه على التوالي بيحقق هذا الانجاز، بيكرر انجاز عمرو شبانه لاعب النادي الاهلي، ويمكن مصطفى عسل من ضمن الثلاث لعيبه الاهم اللي بيحققوا البطوله للمره الثالثه على التوالي. فبصراحه قطاع السكواش في النادي الاهلي قطاع كبير جدا، بيحقق نجاحات كبيره جدا في الفتره الاخيره، وفي تنس الطاوله ودي صوره مهمه جدا عايز اعلق عليها، يعني عشان برضو لو الناس بتعرف تعد لحد كام، دي جامده دي. فدي بطولات النادي الاهلي، وفي يمكن اكتر من كده. احنا بنتكلم على السنه دي بس، على السنه دي بس 2023. في الالعاب الجماعيه انا بتكلم على 22 بطوله. كره الميه بياخدوا دوري وكاس، بياخدوا الدوري بعد غياب 20 سنه. فنجاحات في كل القطاعات، الفرق اللي ما كانتش بتاخد بطوله خدت بطوله، يعني كره الميه بعد غياب 20 سنه بتحقق الدوري وبتحقق الكاس، تنس الطاوله دوري رجال وسيدات. فكل النجاحات دي وفي يمكن اكتر في الالعاب الجماعيه زي ما قلت لك 22 بطوله، وعلى كل الالعاب 35 بطوله. يعني لما دي تكون حصيله موسم واحد ولما يجي يقول مثلا ان احنا محتاجين نعمل اكستنشن لدولاب البطولات، يبقى احنا مش بنبالغ. لا صح فعلا. انا عايز بس اقول نقطه مهمه جدا، ان فعلا والله ان النادي الاهلي نادي البطولات الحقيقي. انا لسه كنت امبارح بقول انا وكريم يا رشاد لو تابعتنا، انا بتكلم بجد يعني في اللي انا كنت بقوله ده، وده واقع واكيد ناس كثيره لمساه. في ناس لما بتيجي من دول عربيه او غيره حتى دول اوروبيه بتيجي زياره لمصر من مزارات ان هو يروح يتصور مع دولاب بطولات النادي الاهلي. الكلام ده يعني مش كلام طالعين نقوله خلاص، عمرنا ما بنقول كلام في الهواء، احنا دايما نتكلم على واقع في النادي الاهلي وفي قناه النادي الاهلي، فحاجه مشرفه. هتقول ايه يعني؟ ده واقع احنا عايشينه. اكيد طبعا، لان في انديه كثيره جدا بتتعلم من النادي الاهلي. النظام اللي موجود في النادي الاهلي بيخلي اي حد لما بيجي هنا بيبقى عايز يروح يشوف النادي الاهلي، عايز يشوف نجاحات النادي الاهلي، وعايز يشوف بطولات النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بالنسبه لاي حد هو رقم واحد في مصر. وبالدليل على كلامنا برضه عشان ما حدش يقول احنا بنقول كلام وبنبالغ وخلاص، اغنيه سطلانة لما كنا بنحتفل بيها، شوف لفه العالم ازاي. لفه العالم كله اكد لك ايه؟ اكد الكلام اللي احنا بنتكلم عليه اكيد. ان النادي الاهلي موجود في كل حته. بالظبط. ومؤثر. طبعا. ودي نقطه طبعاً مهمه جدا. صحيح. والحقيقه يعني برضه في الفتره الاخيره بالذات بقت كلمه نادي عالمي بتتجلى قوي، وبنشوف لها مشاهد كتير وبنشوف لها مظاهر كتير. اكيد تتفق مع الرؤيه اكيد دي. طبعا النادي الاهلي هنشوفه الفتره اللي جايه موجود في كل المحافل الدوليه. فده شيء يعني يخلينا نفتخر او نفتخر بالنادي الاهلي. صحيح. ان هو موجود دايما على منصات التتويج. صحيح. زي ما الناس بتطلق على النادي الاهلي تقول لك البراند الاصلي للبطولات، بعد كده بقى طبعًا بيجي كوبي منك. اكيد. عايز اروح معاك برضو النقطه ناس كتيره واخده بالها منها، وهي التطور اللي حصل كمان في الرياضه النسائيه عندنا. يعني احنا كنا متعودين نسمع رجال الاهلي في رياضه كذا او كذا او كذا او كذا محققين نجاحات، بس فكره التطور اللي حاصل كمان في الرياضات النسائيه لا يعني، او يعني في عامه في الرياضه النسائيه هو اكيد طبعا موجود، وكان موجود معاهم الكابتن محمود الخطيب. واسماء كبيره يا رشاد على كمان اجيال مختلفه. اكيد. فسر لنا ده برضه. انا عايز اتكلم برضه عن كره اليد سيدات، ويمكن المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي. كره اليد سيدات في بدايه الموسم تم تغيير القياده الفنيه وجه الكابتن زولا. صراحه تم حتى لما كابتن زولا طلب من النشاط الرياضي صفقات او طلب ان هو يبقى فيه تدعيم، تم التدعيم بسرعه. يمكن الفريق ده
خسر اول مباراتين في بدايه الموسم فالناس طبعا كانت قلقانه. بعد كده الفريق ده ما خسرش ولا مباراه وقدر ان هو يحقق بطوله الدوري وبطوله كاس مصر، وكمان قدر ان هو ياخد ميداليه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه بعد غياب 30 سنه، مش 30 سنه كمشاركه، 30 سنه ان هو ياخد ميداليه افريقيه. بصراحه محققين انجاز، بنشوف دلوقتي طفره كبيره جدا في كل القطاعات النسائيه في طبعا. كره الطايره بيحققوا البطولات، في كره السله بيحققوا البطولات. بصراحه الدعم اللي بنشوفه من مجلس اداره النادي الاهلي لكل اللاعبات ده حاجه عظيمه جدا وحاجه رائعه. انا اتفق معاك، وثمارها اتت على يعني الارض بعدد كمان البطولات اللي حققوها والميداليات. ففعلا يعني المشاركه النسائيه في الرياضات المختلفه مش بس في النادي الاهلي، كمان على مستوى الجمهوريه فعلا شرفنا بشكل كبير. أكيد وانت طبعا. كمان شرفتنا يا رشاد والله. ربنا يخليك يا نهاوند. يعني الفقره والحلقه خلصت بس انت نورتنا بجد. ربنا يخليك يا نهاوند وربنا يخليك يا كريم. ما تغيبش عننا كتير، انت دلوقتي بتجد على فترات متباعده ودي حاجه لازم تتغير. انا مبسوط جدا والله ان انا بكون موجود معاكم، موجود في قناه النادي الاهلي، ودايما يفضل النادي الاهلي رقم واحد يا رب ان شاء الله. بنشكرك على وجودك معانا، واكيد بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله ندخل على الناس بعباره او جمله صباح النصر باذن الله. نشوفكم على خير.